مش ينساه، هو مش مهتم. لما يجي لك واحد صفر اقول له بولك لونه ايه؟ يقول لي زي الشاي. حس انت اي حاجه الا هيموليسيس. ساعات اورام الكبد تبقى اورام كبد شخصيا او جياله، جياله من قولون اي ثانويات، كل ده بيتشخص من الموجات الصوتيه. الموجات الصوتيه رائعه. المرضى اللي ممكن يتخوفوا من انهم يعملوا اشعه مقطعيه يقول لك لا ما انا خايف اعملها لا يطلع عندي حاجه. الفكره دي لازم تطلع من دماغ الناس، فكره ان انا خايف اعمل الشيء اللي يطلع عندي. الاستاذ الدكتور حسام موافي، الرئيس الشرفي لجامعه النهضه، عضو اللجنه الدائمه لترقيه الاساتذه والاساتذه المساعدين بالمجلس الاعلى للجامعات، عضو لجنه القطاع الطبي بالمجلس الاعلى للجامعات دوره 2018-2021، أستاذ طب الحالات الحرجة كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، عميد كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مجلس الأمناء بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مدير مستشفى الأمراض الباطنة قصر العيني، مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، رئيس قسم طب الحالات الحرجة جامعة القاهرة، مؤسس الوحدة الثالثة لطب الحالات الحرجة كلية طب القصر العيني، المعلم المثالي 6 مرات على مستوى كلية طب جامعة القاهرة، الطبيب المثالي 6 مرات على مستوى نقابة الأطباء، رئيس الجمعية المصرية لطب الحالات الحرجة، عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، عضو الجمعية المصرية لأمراض الكلى. له 180 بحث منشور في المجلات العلمية المحلية والعالمية. رائد طب الأمراض الباطنة في مصر والوطن العربي، قام بتأليف كتاب الأمراض الباطنة، تم تكريمه بإطلاق اسمه على دفعة 2015-2016 كلية طب جامعة القاهرة. الطب علم دقيق للغاية، وكل ما نقرب أكتر ونستوعب أكتر معلومات طبية لا يسعنا إلا أن نقول سبحان الله، ولا يسعنا أيضا إلا أن نتعجب من دقة هذه العلوم واتساع بحرها. والغريب إن في ناس بتتجرأ على العلوم الطبية بشكل غير عادي. في حاجة اسمها الشرايين وحاجة اسمها الأوردة. الشرايين هي اللي بتودي الدم، والأوردة اللي بترجع الدم. أخطر حاجة للسكر تأثير على الشرايين، أخطر حاجة في الضغط تأثير على الشرايين، أخطر حاجة في التدخين تأثير على الشرايين. حضرتك بتضربي شرايينك بالتلات أسلحة، سايبة الضغط عالي ده كارثة، سايبة السكر مش مظبوط ده كارثة. مش شطارة يا حاجة إنك خدتي الدواء، دي مش شطارة. الدواء بيتاخد عشان أظبط، ما ظبطش يتغير، يا إما الجرعة تتغير يا إما النوع كله يتغير. فلا السكر عندك مظبوط ولا الضغط مظبوط، وعملتي مصيبة أكبر التدخين. واحدة عندها أواخر الأربعينات من عمرها وعندها سكر من 15 سنة وبتعالج بأنسولين ومدخنة وعندها ضغط دم عالي وسكرها 270 والتراكمي 9.5 والضغط 160 على 100، كاتبة بتقول أنا كده ماشي صح. انت اكيد ماشي صح. يا ريتك كتبت اسمها، يا ريت كتبت اسمها والله. صح ايه يا حاجه؟ صح ايه؟ ستة وسبعين سنة راجل. 76 وكان رياضي لغاية سن 60، معرفش هو بطل ليه بعد 60، وبيعاني من ضعف عام ونسيان وأرق، نسيان شديد على حد تعبيره، وهو ما عندوش لا سكر ولا ضغط، بس قاس لقى الكرياتينين 1.7. طب ده ايه بقى؟ هو بص المنظر كده 76 سنة وابتدى ينسى وقلة نوم وكده، تصلب في شرايين المخ. شكله كده. كرياتينين 1.7 ما يقلقوش قوي. ما يقلقوش. يقلقني 1.7 ده في واحد سنه 20 سنة و30 سنة. بس في حاجة اسمها تصلب شرايين الكلى، نفروس كيليروزس. النفروس كيليروزس ده ظاهرة طبيعية في الناس الكبار، فبتخلي كرياتينين يعلى شوية. ده مش مزعج، يعني اوعى حضرتك تنزعج من 1.7. طبعا الكرياتينين لازم يكون 1 او اقل، ف1.7 في ناس يعني هو انزعج ليه؟ بعض المعامل، وارجو ارجو الله انهم يسمعوني ويعملوا،
بلاش العلامه اللي على الابنورمال دي، بلاش، لان العين بيلقطها قبل الدكتور. سيب الدكتور حافظ، انت انا مستني منك علامه عشان الواحد يبقى عارف انه مش طبيعي، ما صحش. فانت اكتب الارقام كلها زي بعض، ده بتلاقي العين جاي لك بالورقه ماسكها لك كده، تلاقي مثلا صوره الدم، في حاجات بتبقى مش صح يعني، بره الحدود يعني، بس طبيعيه. فهو يحط لك العلامات العيان. ارجوكوا يا اصحاب المعامل، ارجوكوا بلاش نعلم على اللي مش طبيعي خالص، او نكتب اتش هاي او ال لو، ليه؟ من حافظ؟ والله العظيم حافظين. فلا داعي اطلاقا لان احنا نرعب العيان. هو طبعا 1.7 دي هو بعت الرساله ليه؟ لان لقى 1.7 قدامها اتش هاي. فبلاش كده يعني بس انت ما تقلقش خالص، روح اكشف. طبعا هتعمل رنين مغناطيسي على المخ، طبعا ده اساسي، هنشوف المخ بحجمه الطبيعي ولا حصل دمر شويه. يعني على قد الاعراض دي ما تخافش خالص خالص يعني. ممكن تبقى بدايه الالزهايمر. انا عايز برضو هنا نقطه مهمه جدا، في ناس فاكره ان نسي بقى الزهايمر. اسف خالص، الزهايمر ده مرض تاني خالص، ده نسي الوظيفه، ممكن ياخد المعلقه يحطها في ودنه بدل في بقه. هو مش كده، هو الراجل بينسى حط المفاتيح فين. لا عادي. بس انا دايما اقول للعيان عندي كلمه جميله جدا، ايه ده؟ ده موبايل. اقول له برافو عليك، بياخد كم اسم؟ يقول لي بياخد 10,000 اسم. اقول له برافو عليك، انت حطيت 10,000 اسم ومضطر ادخل اسم. لازم امسح. مضطر. هتقول لي همسح اسم؟ الذاكره بتعمل كده، المخ كده. مخ بيمسح حاجات عشان يدخل حاجات. فبلاش نرهق مخنا قوي، لا بالموبايل ولا بالتلفزيون ولا بالسوشيال ميديا. السوشيال ميديا بتدخل معلومات سريعه وكميه كبيره من المعلومات ومتناقضه. يعني خبر الاولاني محزن جدا، الخبر الثاني مضحك جدا، الخبر اللي بعديه مفرح جدا، كوكتيل الوعي بيضرب في خلاط. احمدك يا رب، ربنا حماني من هذا. انا دايما بقول لحضرتك ايه؟ حماني أنا من هذا الضلال. لا انا اللي بقول لحضرتك دايما كويس جدا ان حضرتك مالكش علاقه بالسوشيال ميديا. ماليش علاقه خالص بالكلام ده خالص خالص يعني. انا جربت مره، بنتي اصرت ان انا لازم زي بقيه الحلوين اللي عندهم واتس. قلت لها طب يا مريم انا حامل واتس، بس لو قفلته تزعلي؟ قالت لي لا جرب، عمرك ما هتقفله. شهر لقيته بياخد 4 ساعات في اليوم. يا لهوي. 4 ساعات قاعد تشوف رسائل هايفة وكلام فاضي وتبقوا ترد على ناس 4 ساعات. أنا أولى بيهم، أنا أولى بيهم، يشتغل يرتاح يقرأ قرآن يعتكف أعمل أي حاجة. 4 ساعات في اليوم يعني. بعد 30 يوم قلت لها مريم اتقفل. تم الإغراء. الحلقة اللي جاية دي غامضة شوية، فيها غموض. ليه؟ لأنها ممكن تكون ليمين قوي لشمال قوي. شاب عمره 23 سنة. 23 سنة، شاب صغير. الحتة اللي جاية دي برضو مهمة، يعني في إحدى كليات القمة، أعتقد إنه في كلية الطب، في جامعة مرموقة، وبيقول كنت رياضي بأمارس السباحة من سنة، بيشعر بنهجان شديد مع مجهود، مع أي مجهود خفيف. أنا إلى الآن لم أعرض نفسي على أي طبيب، أعمل إيه بالظبط؟ الله، بقى انت يا راجل في كليات قمه وما تعرفش نفسك على طبيب، ايه ده؟ لازم يعرف. لا لا، النهجان عرض مهم جدا جدا جدا. واحد يقول لي مثلا هيبقى تقريبا، ممكن اقول له ممكن ضيق صمام، يقول لي ويقعد ل 23 سنه ما يشتكيش. ايوه، يقعد ل 23 سنه ما يشتكيش. بس ممكن يكون حاله نفسيه سايكيك. ممكن طبعا، بس انا بحطها يعني ستريس، اصل هو حته كليه القمه دي ساعات بيحصل. طبعا هم دول اللي بيجي لهم حاله بيحصلوا ستريس. بس برضه خلينا نروح للاورجانيك، احنا بتوع اورجانيك. يعني لازم تكشف يا ابني. طبعا في احتمال في مشكله في الرئه، في احتمال خدت كورونا وما خفتش تماما. طبعا في احتمال يكون عندك حمام في البيت او طيور او بتاع وعملت لك حساسيه صدريه. في
في احتمال يكون ضيق صمام، في احتمال يكون التهاب حول القلب في التنور وعامل شوية مية يخليك تنهجه، في احتمال أن يكون الضغط الرئوي عالي، في احتمال أن يكون جلطات رئة متكررة صغيرة جدا أنت ما تحسش بيها لكن بتنتهي بنهجان. أعدلك 40 احتمال لولد شاب في سنك بينهج. يس. قد يكون نفسي بس بعد الاستبعاد يا أيمن. هستبعد أمراض القلب اللي اتنهى كلها، هستبعد أمراض الرئة اللي اتنهى كلها، هستبعد أمراض القفص الصدري اللي اتنهى كلها، والحجاب الحاجز والمعدة والفتق الحجاب الحاجز، هستبعد ده كله. أقول له لا دي حالة نفسية، إنما بعد الاستبعاد. هي غالبا عضوي. يعني ما اعرفش، لازم اشوف. طبعا الولد اول ما بيتكلم وتقعد معاه بتحس بيه. هل هو فعلا الكليات القمه اذته ولا في فاكر اولى وثانيه عندنا ما كانش في امتحان في اولى. كان اولى وثانيه ملضومين مع بعض، امتحان في ثانيه في الاخر، ثانيه تشريح وفيسيولوجي وهيستولوجي وبايوكيمستري. فاكر الاربعه تشريح الثمان برنشات ولا 10 برنشات؟ الجسم كله، اللور ليمبو ابر ليمبو ابدومين كل التشريح من راسه ومن اللور. وبنمتحن في حاجه ذاكرناها من سنتين، تصدق بداناها من سنتين؟ تصدق بالله، لا اله الا الله، اقسم بالله العظيم انا كنت رايح امتحان التشريح الصبح كاني رايح واحد ينفذ فيه حكم الاعدام والله العظيم جسم كله هيجيلنا ايه ده كل القصه أربعة زيل. طب أربعة من الجسم كله هيجي لي الكبد ولا القلب ولا الطحال ولا العضله دي ولا العين ولا الفك؟ تخيل بقى امسك كده. فانا بكليات القمه دي فرصه جميله جدا للطلبه اللي ما جابوش مجموع وكان نفسه يخش كليه. انا دي والله هكلمكم من قلبي، من قلبي، ربنا يا اخوانا اتكلم على كل حاجة على الأرض، كل حاجة اتكلم على الأرض، وفي الأرض قطع المتجاورات والنخل والرمان والزيتون بلاش، وفي أنفسكم، أنفسكم ده احنا على الأرض اهو، استثنى حاجة وحيدة في السماء وهي الرزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ربنا سبحانه وتعالى عارف إن نفوسنا ضعيفة وهو اللي خلقنا كده، وخلق الانسان ضعيفا، تمام؟ عارف يعني ايه يعني ايه في رزق في السماء؟ يعني ما اروحش العياده يعني؟ يعني ما بيعش العربيه؟ ما اشتغلش؟ لا. ربنا لم يقسم بذاته في القران كله الا نادر جدا، مرتين او ثلاثه، والعصر قسم، ان الانسان لفي خسر. قاف والقران المجيد قسم، ياسين والقرآن الحكيم قسم، والتين والزيتون كل دول قسم، إلا في دي. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض. يحلف بنفسه بقى أنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. اللي بيجي لورا كلية معتقد أنها بتكسب وكده غلطان، لأن الحاجة الوحيدة اللي ربنا استثناها من على الأرض هو رزقك. فلا تقلق على رزقك بتاتا بتاتا، رزقك في السماء مش في الارض. فخش اي كليه. انا عندي يعني عدد كبير جدا ما جابوش مجموع السنه دي، وبكاء والاهل بيبكوا، كان عايز يخش الطب وما دخلش. ايه يعني؟ ايه يعني؟ انت عارف القصه بتاعت الراجل دفعتنا ده؟ طبعا قصه معروفه جدا. بقى اغنى واحد فينا جايب 50%، آخر الأخير واحد، الأخير المدرسة بقى أغنى واحد فينا، وخد رئيس مجلس إدارة الشركة. أنا قعدت أضحك لما شفت والله، قلت له ده أنت أبوك قاعد يضربك لما النتيجة طلعت. فيا ولاد حذاري حذاري، تربط الكلية برزقك. أنت طموح نفسك تبقى دكتور، ده قصة تانية، إنما أوعى تربط ده. طب ما ممكن تطلع دكتور وما تلاقيش تاكل. في كم من زمايلنا ايمن مش لاقي ياكل؟ كتير، مش عايز اقول لك 45 في خمس، عندهم مشاكل اقتصاديه كبيره جدا. يعني اكتر من ثلاث ارباع الدكاتره، ثلاث ارباع يعني كام؟ يعني 45 في لا كام يعني ثلاث ارباع 75%، 75%. هم الناس بتبص لل 10%. والله العظيم ما لاقين ياكلوا، والله مش عارف يربي عياله. فبلاش النظره العجيبه دي،
ان الطب هي اللي بتجيب فلوس لها. وفي ناس كتير دخلوا كليات قمه وشفنا ما حققوش نجاح واتجهوا لحاجه تانية حققوا فيها نجاح، اللي بيحبوه اللي قدروا ينجحوا فيها. يعني انا عايز اسال بس جميع المسؤولين خريجين طب؟ لا طبعا كلهم ناجحين ما شاء الله، كلهم ناجحين ومرموقين، يعني فلان محافظ وزير كل دول خريجين طب؟ لا. والده يبلغ من العمر 85 سنة لا يستطيع التحكم في البول، وبيسأل سؤالين مهمين، الحل إيه؟ هل في حل؟ وحكم يعني الصلاة والوضوء في الموضوع ده؟ ده سؤال حلو جدا جدا. بص بقى يا سيدي، 85 سنة مش قادر يتحكم في البول، 99% بايلاترال بارامتر، يعني ده بيرسبتنس يعني. ونقول للناس يقوموا يسجدوا ويقولوا سبحان الله، ان ربنا باعت عصب للمثانة، العصب يقفل عشان ما تبولش، وعصب للمثانة نفسها. يشتغلوا ازاي؟ لما ده يفتح ده ينقبض، والعكس لما ده يقفل ده يبتدي يتسع. ده المثانة، المثانة عضلة تمنع البول انه ينزل، وعضلة اللي هي فيها المثانة نفسها، ده اللي في عنق المثانة. امتى ده يفتح؟ فتح يروح ده ايه؟ مفضي. طيب وده مقفول، مين اللي ماسك ده؟ عصب جاي من خلال حاجة اسمها بيراميدال تراكت اللي هو الهرمي اللي نازل، ده اللي بيغذي الحركة، ده اللي بيغذي الحركة، نفس العصب ده اللي بيمنع التبول. هو كابل كهربي رهيب، كابل جبار يعني. ولذلك أي واحد يسأل نفسه سؤال بسيط جدا جدا، وأنت بتجري ما بتروحش الحمام تقدر تتبول؟ لا لا لا، لا يمكن. لعيب الكرة بيقعد 45 دقيقة بيلعب ما فيش، ما بيروحش الحمام. لأن وأنا بجري الأعصاب بتتحرك بتاعة الجري وبتقفل المثانة. بلاش أقول لكم حاجة تانية، قاعد في المدرج وابتديت تتزنق تعمل إيه؟ تلاقيك بتحرك رجليك. ليه؟ لما تحرك رجليك بتمشي الكهرباء في العصب ده، يقوم لما يحرك رجليك يقفل المثانة أكتر. الراجل ده الاتنين دول ابتدوا يدوبوا، 85 سنة ما بنقولش كبير، ما بنقولش كبير، بس ابتدوا يدوبوا، فالبول مش ما فيهوش تحكم. فده ملوش حل يا ابني، ملوش حل غير البامبرز، ملوش حل غير انه يحط بامبرز عشان البول لما يسبقه ما يضايقوش. لان هذا اللي احنا بنقول عليه ده علاجه صعب جدا 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 ان يعود لما كان عليه. فالبامبرز. يبقى الشق الثاني من سؤال الصلاه، انا دي كانت تعباني جدا جدا مع المرضى جدا، يعني يقول لي طبعا البامبرز غالي غالي، هيغير مع كل صلاه يعني خمس مرات في اليوم بامبرز، الواحد مثلا بالشيء الفلاني اضرب في خمسه يطلع، في ناس ما تستحملش كده. فرحت الازهر وقعدت مع رجل فاضل عالم، قلت له الحكم، قال لي صلي وهو مبلول، يغيره في المواعيد الثابته بتاعته، يعني هو بيغير البامبرز الصبح لما يصحى من النوم وبالليل في اخر النهار، هو ده الميعاد اللي غير فيه ويصلي بقيه اليوم. فانت اطمئن، هذه الفتوى مش من عندي انا، لا يعني انا مش من الفتوى اللي من اهل الفتوى، مش من حق، لكن انا كنت قلق. فسالت رجل دين فاضل، قلت له اللي بيحط البامبرز دول يغيروا ولا ايه؟ قال لي لا ما يغيرش لانه غالي، وده ما دام لا ارادي يبقى ما فيهوش مشكله. فده اللي اجابه السؤال بتاعتك عشان ايه؟ تبقى مطمن يعني. سيده في نهايه السبعينات، السبعين انجبت 8 ابناء ما شاء الله ما شاء الله. من 5 سنين هي ده كلام بقى مهم، او تشعر بنهجان شديد مع اللي مجهود، قالوا لها الضغط الرئوي مرتفع، بلمونري هايبرتنشن. ايه بقى؟ ايوه، مع اللي بعت لنا ابنها على فكره، ابن اللي بعت الابن هو اللي بعت. بصوا بقى، الرحم في الحوض بيضغط على الاورده، الاورده بيحصل فيها جلل صغير جدا جدا،
تتحرك الى الرئه. لا نعتبر هذا جلطه رئه، بس هو جلطه رئه. مانيوت بالمنري امبوليز فيري حاجه على مدار العمر. مع كل شو بقى ثمن ولادات قفلت شرايين رئه قد ايه؟ مع كل ولاده هنقول هنقفل 10 20 10 20 10 مع ثمن ولاده هيكون عدد كبير جدا من الشرايين اتقفل. ده اللي هو الضغط الرئوي يبتدي يعني. كان زمان يسمي هذا ضغط رئوي اولي، ما كانوش عارفين سببه، لكن جه عالم ذكي جدا لاحظ ان الاولي ده دايما في الستات ودايما في اللي خلفوا كتير. وصفه في الستات الطوال البيض واللي خلفوا اللي كتير. خلفوا مالتي بار خلاص. يبقى اذا في حاجه علاقه. العلاقه هي رحم بيضغط على اورده في الحوض تعمل جلد صغيره جدا جدا تتحرك هي ما تحسش بيها. لا مع أول ولادة ولا تاني ولا تالت، لكن مع الثامن تبتدي تشتكي. أكيد النظر مهم جدا، وأكيد أكيد برضو أن النظارات أو النظارة الطبية شيء لبعض أو لكتير من الناس مزعج. ممكن تبقى مولود الطفل يكون مولود هو عنده مية بيضة. دايماً لما بنيجي نعمل عملية مية بيضة بنزرع عدسة. إن المية بيضة زي ما قلنا كتير بنقول للسادة المشاهدين إن المية بيضة عبارة عن العدسة الأصلية بتاعت العين بتبقى معتمة، فبنشيلها وبنحط مكانها عدسة تانية. عدد كبير من الدكاترة يقولوا لي مالكيش حل، وده يعني حاجة مستحيلة إنها تتعمل لك، وفجأة كده دكتور يقول لي لا أنت ليك عملية. أهلا بكم. النهاردة لقاء من طبعاً من طراز خاص، النهاردة لقاء متعة خاصة جداً في عالم العيون. قصة مثيرة النهاردة، لكن خليني أقول لكم إنه أكيد أكيد النظر مهم جدا، وأكيد أكيد برضو إن النظارات أو النظارة الطبية شيء لبعض أو لكتير من الناس مزعج. لبعض الناس، مش هقول إن كل الناس، في ناس بتحب شكلها بالنظارة، لكن النظارة السميكة محدش بيحب شكله بيها أكيد. محدش بقى يعني ممكن نظارة لو إيه يعني رقيقة كده وشياكة ماشي، لكن النظارة السميكة لا، نو واي نو واي. والنظارة طبعا يعني لما حد مثلا يلبس نظاره سميكه وياخد نظاره هو ما بيشوفش شكله، هو بيشوف شكل النظاره. لو بيشرب شاي او قهوه في مكان او بيشرب شاي وقهوه وهو سايق هتبخر في النظاره تبقى نصيبه سودا. لو بيشتغل شغلانه معينه والحر وبتاع ولابس النظاره بخرت الدنيا النظاره اتقفلت. لو اختلف النظاره اختفت خلاص، انا بدور على النظاره النظاره ما لقيتهاش، ضاعت اتكسرت نسيتها في حته، اليوم وقف عند الحد ده. كمان النضارة للأسف في كل المجتمعات، لسه شايف إعلان أو يعني كلمة لحد أجنبي أمريكي تقريبا، لما أمريكي لما بريطاني بيتكلم تقولك مش معنى أن أنا بلبس نضارة أن أنت تتريق علي. ده في حاجة في يوم معين لعدم التنمر باللابس النضارات. فإذا النضارة في السماكات أو في الدرجات العالية تبقى قاسية للغاية، خلينا نفهم ده. النهاردة عندنا قصة مهمة جدا، قصة مش عارف ألخصها لكم لأن ما ينفعش تلخص لأنها قصة طويلة، قصة استغرقت سنين، وقصة مشاكل العينين لما تستغرق سنين إذا ستستمع إلى العديد من الحكايات من المآسي، ربما من المواقف اللي يعني لما الأمور تتصلح بتبقى المواقف دي زي ما تقول تبعث على الكوميديا شويه، لان انا خلاص بفتكرها على انها دي ايام وراحت لحالها، لكن لو ما كانتش صلحت ما اعتقدش ابدا انها كانت هتبعث على الضحك، هتبعث اكيد على الحزن. النهارده لقاء من طراز خاص زي ما انا قلت مع ضيفي العزيز المبدع دائما اللي بسعد جدا باستضافته، واكيد يعني واحد من الاسماء اللي احنا بندن لها بالتفوق. انتوا عارفين ان احنا اخترنا افضل برنامج الحمد لله طبي ل 2019، ده وشوش اختارتنا فيه، وده شكرا ليهم طبعا، لكن الجمهور بتاعنا هو اللي اختار، هو اللي صوت. اعتقد انه صوت مش لي انا ولا للبرنامج، لضيوفنا في الاساس كمان. واحد من الناس اللي شالت على عاتقها هذا البناء في عالم العيون، استاذ دكتور احمد عساف. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا واهلا بالناس الحلوه، والف مبروك على الله يبارك فيك. مبروك ليك ومبروك لي. الله يخليك، ربنا يخليك. البرنامج بيك وانتم يعني مش لا ده شرف لينا، ربنا يخليك. ده شرف لي انا. النهارده معانا يعني ضيفه طبعا عزيزه عليا جدا وسعيد بانها جت النهارده، الاستاذه اسماء قطب.
ازيك يا اسماء؟ اهلا بحضرتك يا فندم. ازاي صحتك؟ الحمد لله بخير. اسماء من الناس الطيبه جدا، الناس الهاديه اللي ساعدتي جدا باللقاء حتى قبل ما انت تدخل دخل سلمت عليا. اجمل حاجه في سلام الناس علينا اننا بيعرفنا. طبعا ويعني عارفك. طبعا ده احساس يعني جميل قوي. الاول نبدا، تحب نبدا بالمايه البيضاء ولا نبدا باسماء زي ما انت تحب؟ انا احب اوضح بس نقطه صغيره، ان هو احنا جبنا سيره المايه البيضاء كتير قوي وقلنا اوقات كتير ان المايه البيضاء معظمها بتبقى جايه نتيجه تقدم في السن، لكن في اسباب تانية للمايه البيضاء. ممكن يكون نتيجه التهابات في العين، ساعات امراض السكر ساعات بتساعد على حدوث مايه بيضاء، التهابات قديمه في العين او حوادث معينه ممكن تؤدي الى حدوث المايه البيضاء. لكن في سبب تاني للمايه البيضاء هو المايه البيضاء الخلقيه، ان انت ممكن تبقى مولود الطفل يكون مولود هو عنده مايه بيضاء، يعني عنده عتامه في العدسه اللي جوه العين، وهنا تكمن مشكله كبيره جدا ان انت بتحكم على هذا الشخص اللي هو الطفل اللي هو بعد شويه هيبقى طالب في المدرسه، بعد شويه هيبقى شاب او شابه بيشتغل بعد كده اهوت ويتحمل مسؤوليه بعد كده اهوت، سواء نفسه او مسؤوليه اسرته، بيعيش حياته بطريقه معينه، لان العمليات الميه البيضاء في الميه البيضاء الخلقيه ليها ظروف خاصه. دايما الطفل لما يكون صغير قوي ونعمل عملية المية البيضاء اللي هو عدسة العين المعتمة بنشيلها، صعب ان احنا نزرع عدسة جوه العين نعوضها، فبنسيب العين من غير عدسة. ليه؟ علشان حجم العين نفسه بيكون صغير قوي، وممكن لو زرعت العدسة ممكن يحصل مضاعفات من اشهرها ارتفاع في ضغط العين ويعمل مية زائدة ويعمل التهابات كمان والتصاقات جوه العين. فجرى العرف ان احنا نستنى سنتين يكون الطفل ده يعدي سنتين ونزرع عدسة. الاساليب لعمل عمليه الميه البيضاء في الاطفال الصغيرين او الميه البيضاء الخلقيه تطورت، لكن من زمان من 10 سنين او 15 او من 20 سنه كان الموضوع ان انا اشيل الميه البيضاء وما ازرعش عدسه، بعد سنتين او بعد اكثر مش مهم، والطفل ده يعيش حياته كلها بنضاره، ونضاره تخينه زي ما حضرتك قلت في مقدمه البرنامج. النضاره دي بيبقى ساعات القوه بتاعتها زائد 10 وساعات زائد 11 او زائد 13 وزائد 14. دي مش شكل النظارة بس الوحش، اعتماد الطفل أو الشاب على النظارة دي بيبقى تقريباً 110%، مش هنقول 100%، مليون في المية. يعني من غير النظارة لا شايف لا بعيد ولا شايف قريب، على عكس حتى الناس اللي عندهم قصر نظر. القصر النظر عنده ميزة، لو سالب 10 مثلاً عنده ميزة، لو من غير نظارة ممكن يقرب الحاجة من وشه أو من عينيه على مسافة كام سنتي يعرف يشوف. الزائد 10 او زائد او اكتر ما بيشوفش لا قريب ولا بيشوف بعيد، وشكل النضاره مش حلو، وبيدي عدم ثقه في النفس، وبيخلي حياتك كلها مرتبطه بالنضاره دي. النضاره دي في يوم لو اتكسرت او ضاعت منك حياتك هتنقلب راسا على، او اليوم نفسه هينقلب راسا على عقب. لما بتيجي تسافر بتسافر معاك النضاره اللي انت لابسها ومعاك نضاره ثانيه احتياطي في الشنطه. ممكن غير ان حضرتك قلت مثلا ممكن سخريه الزملاء في خاصه في المدرسه ممكن يبقى فيها نوع من انواع السخريه مثلا، ممكن حتى ممارسه الرياضه، ممكن ممارسه الحياه العاديه لاي طفل وشاب هيبقى صعب جدا في وجود النضاره. ممكن الصعيد على النضاره دي بعدسه لاصقه، لكن للاسف في المقاسات العاليه اللي هي بالموجب بتبقى العدسات اللاصقه كمان مش مريحه، ان العدسه اللاصقه بتكون تخينه وبتضايق المريض جدا وبتحمر العين، بتعمله شكشكه والتهابات متكرره. هنا تكمن المشكله ان في طفل بيتولد يعني بيوعى على الدنيا بنضاره، وبيلاقي نفسه مختلف عن بقيه الناس اللي حواليه ومش عارف ليه، ومش نضاره عاديه، نضاره بسبب ان كان في ميه بيضاء او كان في عدسه جوه العين اتشالت عشان هي كانت معتمه وما تعوضتش بعدسه ثانيه. اذا دي الماساه الكونجينيتال الخلقيه الخلقيه. طب ناخد فكره عن حاله، يعني اشرح لنا حاله اسماء يعني مش ازاي. اسماء هي حاله من الحالات اللي بنشوفها كتير. ناس كتير جدا بيجي لك في سن الشباب ويقول لك انا لابس نظاره تخينه وعايز حل للموضوع. لما بنيجي نفحص بنكتشف ان العين من غير عدسه، العين نفسها مش مزروع لها عدسه، وبنعرف من الاب والام ان الطفل ده او الشاب ده لما اتولد كان عنده ميه بيضاء او كان عندها ميه بيضاء خلقيه، واتعملت العمليه وما اتزرعش عدسه في وقتها، وده صح مش غلط بالمناسبه، عشان وقتها تقنيه زرع العدسات ما كانش منتشره، كان تصميم العدسات مش متطور زي دلوقتي، طريقه عمل العمليه ما كانش بنحط في دماغنا او الجراحين ما كانش بيحطوا
في دماغهم انه احنا هنزرع عدسه في المستقبل او في القريب العاجل، المهم الطفل ده يبقى شايف كويس، مش مشكله بقى شايف كويس بنضاره ومن غير نضاره، دي مش مشكله، المهم يعيش حياته شايف كويس، يلبس نضاره زائد 10 زائد 15 مش مهم. الحاله النفسيه هنا بتهمل، او حاله الجانب الاجتماعي كمان بيهمل في حاله زي كده اهو. فهي كانت دلوقتي هي شابه مقبله على الحياه وعايزه تشوف حل للقصه دي، هل اعتماد على النضاره دي يعني تقدر تستغنى عنها، او حتى في اضيق الحدود نقلل الاعتماد على النضاره دي شويه، ممكن اخرج من غير نضاره، ممكن حتى لو لبست نظاره بعد العمليه مثلا او عملنا اي اجراء تلبس نظاره، حتى لو نظاره صغيره مقاس صغير يبقى مقاس طبيعي زي اي حد تاني ماشي في الشارع، هل في امكانيه حاله زي كده ولا لا؟ هو ده كان الطلب بتاعها. دخل الحلقات بدات تكشف عليها. هي كشفت عليها، كان هي دلوقتي معمول لها من تاريخ المرضي من الاسره ان الاب والام قالوا ان البنت دي فعلا اتولدت وكان عندها ميه بيضاء خلقيه، واتعمل عمليه، وبعد العمليه طبعا ما كانش في زرع عدسه زي ما قلت قبل كده اهوت، ففحصتها اتاكدت من الكلام ده مظبوط، وكان في التصاقات في العين، وكان في مشاكل في حدقه العين كمان، يعني ما كانتش بتستجيب للاضاءه قوي، فكانت حتى الاضاءه بتضايقها، اي اضاءه زي اضاءه الشمس كانت بتضايقها، الالتصاقات دي كانت رافعه ضغط العين كمان وبتاثر على كفاءه العصب البصري، فالحاله كان مضاعفه شويه، مش مجرد ان ما فيش عدسه جوه العين، لكن في مشاكل كمان في من العمليه القديمه قبل كده. الصوره دي صوره قبل العمليه. دي كان قبل اسماء قبل العمليه. دي النضاره بتاعتها. ده كان النضاره، خلي بالك النضاره ده ازاز مضغوط كمان، يعني ده ازاز مضغوط وده غالي مش رخيص بالمناسبه. يعني لما تيجي تعمل نضاره زائد 13 او زائد 12 وتخليها بالشكل ده، ده كده احسن ما يمكن. يمكن لو قربنا شويه صغيرين تلاقي النضاره بتكبر حجم العين، يعني انت تحس ان هي حجم عينيه اكبر من الحقيقي، عشان هي نضاره بالظبط بالموجب، ودي تبقى عدسه موجبه، العدسه الموجبه بتكبر الحاجه اللي وراها على طول، على عكس العدسه السالبه. الناس اللي عندهم قصر نظر بيبان عندهم الموضوع بالعكس، بيبان عينيهم اصغر من الحقيقه، هنا بتبان العين اكبر من الحقيقه. مش بتكلم على الشكل العام بس، بتكلم احتياجك دايما النضاره دي تبقى موجوده على وشك باستمرار، من غير النضاره دي انت مش شايف حاجه. طب هروح لاسماء بقى، ما هو احنا دلوقتي ما قبل، احنا ما زلنا في البدايه. ايه اللي تعرفيه عن اللي اتعمل لك وانت عندك سنتين او قبل سنتين؟ يعني اكيد بابا وماما قالوا لك يعني. قالوا لي، هي مامتي قالت لي ان انا بدات البس النضاره من وانا بدات اسحف. كانت عامله لي نضاره وحاطه فيها بتاع كده عشان المصحف ما تقعش. تو نضاره خاصه بيبقى ليها استك تقريبا رباط. كانت بتاعت اطفال بالظبط. بعد كده بقى لما كبرت، لما اصحى من النوم على طول النضاره، اول ما افتح عيني النضاره على طول، قبل ما حتى افكر اروح اغسل وشي او اعمل اي حاجه لازم البس النضاره على طول. حصل لي طبعا مواقف كتير في المدرسه، زي مثلا في مره النضاره اتكسرت وانا في الجاردن يعني، وما كملتش اليوم، خليتهم يكلموا ماما تيجي تاخدني عشان مش عارفه اكمل اليوم، طبعا مش شايفه اي حاجه قدامي، فكان موضوع صعب. طفله صغيره مش شايفه. لو في حاجه تانية التنمر، يعني حاجه مهمه قوي ان هي خليت حد يجي يكلمني يجي ياخدني. يعني هي من غير النضاره مش هتبقى حتى تعرف تروح البيت لوحدي. انا حتى عيطت ساعتها، يعني مش شايفه قدامي يا جماعه. مشكله. انت عارفه ان انت من غير نضاره ما بتشوفيش. كنت ساعتها. بالظبط. غير بقى كلام الاصحاب وحتى من المدرسين نفسهم، كانوا في تنمر كده، ايه ده انت عينك كبيره بالنضاره، طب ليه ما تقلعهاش؟ مدرسين. وانا في الثانوي. وانت في ثانوي؟ ده مدرس ثانوي. والله. ده كلام مهم جدا، انه لازم ادارات المدارس تنبه على المدرسين وطبعا الطلبه، بس الطلبه يعني شيء يجي منهم تنمر ده يعني متوقع ومؤسف، لكن المدرس يجي منه تنمر ده مش متوقع ولا مؤسف، دي جريمه، وهو الطالب لزميله برضه دي تعتبر جريمه في رايي، لكن احنا لسه ما وصلناش لان احنا نمحي التنمر تماما، لكن المدرس تحصل منه ده يعني فين ده لازم في رقابه ولازم يعاقب معاقبه شديده في حتت معينه، الراجل ده بينتهي شغلانته. كملي يا اسماء. بالظبط. ف يعني بصراحه في الوقت ده اتصدمت جدا، يعني من المدرس بتاعي يقول لي كده، ففي الوقت ده كنت بدات اكبر وكده، فقلت لا يعني نفسي بقى اقلع النضاره دي، كله بيتكلم ويقول ايه ده شكلك مش حلو بالنضاره، فكنت لما اروح اكشف اقول له يا دكتور انا عايزه يعني اقلع النضاره دي اعمل عمليه، يقول لي لا انت في عين تنفع وعين ما تنفعش.
فطبعا مستحيل نعمل لك عين ونسيب العين الثانيه، فارضي بقى كده وانت على طول هتبقي بالنضار. بتقال لك كذا مره؟ اه من كذا دكتور يعني. بس لحد بس يعني قلت خلاص النهارده وتمام وهعيش حياتي كده، لحد ما عرفت دكتور احمد ورحت له. كنت رايحه ان انا هعمل نضاره يعني، خلاص هعمل نضاره وكده. قال لي لا انت ليكي عمليه وينفع. رايحه كمان مش بهدف حاجه، انت كان هدفك ده خلاص بعدتي عنه. بالظبط انا رايحه اعمل نضاره بس. اه فلما قال لي بقى لا انت ليكي عمليه وينفع يتعمل لك عمليه، فكان بالنسبه لي كده حاجه زي بصيص امل يعني. بس يعني نقف عند الحته. نقف عند الحته. جت اسماء تعمل نضاره، تعملها فحوصات اكيد، هنتكلم عن فحوصات. لكن هي قبل كده اوريدي من تجربها القريبه برضو من الزياره دي اتقال لها لا انت ما ينفعش تعملي، ايه الصعوبه في حالتها؟ دايما بنيجي نعمل عمليه ميه بيضاء بنزرع عدسه. ان الميه بيضاء زي ما قلنا كتير بنقول للساده المشاهدين ان الميه بيضاء عباره عن العدسه الاصليه بتاعت العين بتبقى معتمه، فبنشيلها ونحط مكانها عدسه تانية. دايما بنسيب حاجه اسمها محفظه خلفيه، باختصار غشاء رقيق جدا بنسيبه علشان ده اللي بنحط عليه العدسه اللي هنزرعها مكان العدسه القديمه. الاطفال الصغيرين ما ينفعش نسيب المحفظه الخلفيه دي، يعني لازم تتشال لان بتعتم وبتخلي الطفل مش شايف. يعني ممكن كان بالظبط الميه البيضاء رجعت تاني، هي يعني ما بترجعش، بس الغشاء الرقيق الشفاف اللي موجود المفروض نزرع عليه العدسه بيبقى معتم وما كانش ينفع، والمريض مش هيشوف بعد كده او الطفل بمعنى اصح. فهنا بيتشال. فطبعا لما بتيجي تزرع عدسه بيبقى تقنيا صعب جدا هتزرع عدسه في مكانها الطبيعي من غير ما تلاقي حاجه تسندها. ما فيش المحفظه الخلفيه او فهتقع في قاع العين، فصعب جدا. فطبعا الموضوع تطور، ان انواع العدسات تطورت، طريقه زرع العدسات في الحالات المعقده، مش عايز اقول معقده بس هو ده الترجمه الكومبليكيتد يعني معقده، الحالات الصعبه زي اسماء تطورت في خلال الكام سنه اللي فاتوا دول، فبقى بنثبت العدسه في جدار العين اللي هو في الصلبه او البياض بتاع العين نفسه. بدل ما ندور على حاجه تسند العدسه من تحت، لا العدسه ليها دراعات بنثبتها في جدار العين من غير ما يبقى في محفظه او ما بيبقى في حاجه تانية تسند العدسه من تحت. وده التطور اللي حصل، وبقينا بقينا نتشجع وقادرين ان احنا نزرع عدسات في اطفال كما عمل لهم او شباب دلوقتي كان معمول لهم هم اطفال صغيرين عمليه الميه البيضاء. هنا التكنيك بتاع الميه البيضاء لو ما شايفينه في الانيميشن، هنا بيشيل المحفظه الخلفيه المحفظه الاماميه، ده الجزء المحفظه الاماميه كده، ده قشره صغيره او كيس صغير بيقشره، وهنا دي الموجات فوق الصوتيه بيشيل الميه البيضاء او العدسه بتاعت العين بيفتتها بالموجات فوق الصوتيه. لكن لو خدنا بالنا ان المحفظه نفسها لسه موجوده، وخاصه الغشاء الخلفي من المحفظه لسه موجود، وده اللي هيزرع عليه العدسه. الدائره البيضاء الموجوده دي ده معناها ان المحفظه جزء منها اتشال والجزء الخلفي لسه موجود وده شفاف، ويروح زرع العدسه جوه العين. في الاطفال الصغيرين ما ينفعش اسيب المحفظه دي لان بتعتم، يبقى انا ما عملتش حاجه للطفل، هيقعد شهرين شايف كويس ويرجع بعد كده مش شايف كويس بسبب ان عتامه حصلت في المحفظه الخلفيه. ودول بيبقى صعب جدا علاجهم بالليزر، لا ده بندخل اوضه العمليات تاني عشان نشيل المحفظه كلها، وبالتالي العدسه اللي انا زرعتها مش هتلاقي مكان تثبت عليه وهتقع على الشبكيه وقاع العين ويبقى الموضوع اسوء. فقلنا خلاص يبقى نعمل الميه البيضاء في الاطفال الصغيرين وهنشيل المحفظه الخلفيه وما نزرعش عدسه، ويحلها ربنا بقى بعد كده، بس المهم الطفل ده يبقى شايف. ده اللي كان موجود من 15 سنه تقريبا يعني. الموضوع تطور فبقينا نعرف دلوقتي نزرع عدسات. في طريقه ان احنا نزرع عدسات في حاجه اسمها الجزء الامامي من العين، بس دي ليها مشاكلها، بتعمل مشاكل كثيره جدا، ممكن تعمل ميه زرقاء، ممكن تعمل التهابات في العين متكرره، ما تنفعش في شاب او شابه متوقع ما شاء الله يعني يديهم لايف سبان بتاعهم او متوقع ان هم يعيشوا مثلا 30 40 50 سنه قدام، ممكن يعملها الناس كبار في السن شويه، فبالتالي ما كانش مستحب قوي ان احنا نزرع عدسات، فقلنا خلاص يعيشوا بنضاره وخلاص. لكن الحمد لله ظهر تطور دلوقتي التقني من ناحيه العدسات وطريقه زرع العدسات بان نثبتها زي ما قلت قبل كده في جدار العين. نورتنا واسعدتنا كالعاده، ويعني النهارده استفدنا استفاده كبيره جدا. لازم المجتمع الطبي كله يفهم، مش بس المجتمع الطبي، الناس اللي عندهم نفس هذه المشكله والعائلات المصريه تفهم كويس جدا. الثقافه تبدا من فهمنا ان هناك حل للمشكله،
وهذه احدى الحالات المهمه او الحلقات المهمه اللي احنا حطينا مشكله ووجدنا ليها حل بالفعل حقيقي. اعتقد ان ده مهم جدا في الثقافه العربيه. الحمد لله هو الطب بيتقدم باستمرار، واحنا بنحب نوصل الرساله للساده المشاهدين ان في تطور دايما مستمر ومفيش داعي للاحباط. طبعا عايز اكد برضو نقطه صغيره ان مش كل الحالات بنعرف نتعامل معاها، يعني لو في حد عنده ضمور في العصب البصري على سبيل المثال او مشاكل في الشبكيه دي صعب علاجها حتى هذه اللحظه، لكن في امل في القريب العاجل ان شاء الله عن طريق تطور كبير في ابحاث بتتعمل دلوقتي للحالات اللي زي كده اهوت. لكن جزء كبير من المشاكل كنا بنلاقيها قبل كده ما بنعرفش نلاقي لها حل، بقى في حل ولو بنسبه 70%. فاعتقد ده بيدينا امل وبيدينا رساله ان احنا نوصلها للساده المشاهدين ان احنا نقدر نساعدهم في معظم الاوقات لحل المشاكل بتاعتهم. نورتيني وشرفتيني. الله يخليك يا شرف. العزيز المبدع دايما الاستاذ الدكتور احمد عساف، ضيفتي العزيزه اسماء قط، نورتونا وشرفتونا. الف شكر. خليكم دايما مع الناس الحلوه. مين اصعب حاله ممكن تشوفها؟ الاصعب في عالم التجميل. اللثة مع تقدم العمر أو مع عدم تنظيف الأسنان عند دكتور الأسنان كل 6 شهور. الدكتور عبد الله متولي أخصائي تجميل الأسنان مؤسس مركز برايتي للأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، عضو الجمعية الألمانية لزراعة الأسنان. أهلا بكم. في عالم طب الأسنان في تواريخ مهمة جدا. في عام 1160 في 160 ده من زمان قوي ده، يعني حتى ما جاش الألف، 160 الرومان استخدموا التيجان الذهبية عشان يركبوها على الأسنان، حاجة جميلة أوي. في عام 900 بعد الميلاد الصينيين أول حشوة عملوها من الفضة. في عام 1210 الحلاقين في فرنسا كانوا بيقلعوا الأسنان. في 1500 الكيمياء السويسري بارسيليوس بقى هو اللي استخدم الجتابركة عشان يستخدمها في معالجة اللبنية للأسنان. في 1530 أرتس بيكتين أول كتاب عمله متخصص في طب الأسنان. في 1791 الدكتور جون كرين بدأ يستخدم جهاز لحفر الأسنان. في 1790 استخدموا أو اخترع يوشيا فلاغ أول كرسي للأسنان. الأسنان تاريخ طويل جميل جدا جدا جدا. خلينا نتكلم بقى عن الحاضر في الأسنان. الحاضر يبقى أرحب بضيفي الذي يبدع في حواره دائما ويمتعني بأسلوبه الراقي جدا والمختلف ودايما الأحدث والأكثر يعني تعبيرا عن السيتويشن عن الوضع الحالي في عالم طب الأسنان نقدر نسمعه بشكل واضح جدا من ضيفي العزيز المبدع دائما دكتور عبد الله متولي أخصائي تجميل الأسنان والمؤسس لمركز برايتي للأسنان وعضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان والمصمم للابتسامة المعتمد البي دي سي بإنجلترا. ضيفي العزيز واحد من المبدعين في هذا المجال، أهلا بك. ازيك يا دكتور أيمن؟ أنا بحب التاريخ قوي. أنا عارف قوي. أنا بحب يعني بحب جو ده، مثلا لما يقولوا لي إيه 1791، أنت متخيل التاريخ؟ اخترع جهاز لحفر الأسنان المصابة بالتسوس على إيد جون جرين وود. ده من زمان قوي ده. يعني عشان أعمل التسوس. لكن قول لي بقى، طول عمر الزمن بروز الأسنان نفسه أو بروز الفك يعني شيء مزعج جدا، البروز ده. والبروز ده على فكرة مزعج من زمان، يعني حتى لو فاكر أنت، معرفش كنت بحب الأفلام العربي الأسود ومتحبش، في فيلم مشهور قوي اسمه سلامة في خير، جاب ولد عنده مشاكل باينة قوي في فك بارز قوي عشان يعمل مشهد شبه كوميدي في المدرسة. فيلم ده كان المفروض سلامة يعني عمل دور أمير وبتاع وتقمص دور أمير وراح يزور مدرسة، فغنى الولد ده
بعد كده بقى حد يعني بيشتغل في السلك الدبلوماسي وراجل بقى واد محترم جدا جدا، لكن هو قام بدور في المدرسه انه ولد شكله غريب، الفك بارز قوي. فكلمني عن بروز الفك، لانه ده زي ما قلت لك السينما من زمان صورت البروز الفك ده على انه طفل او شاب هيبدو انه هو ساذج او مش ذكي او مش شكله مش حلو، هيعالجه بالتقويم ولا نعالجه ازاي؟ بص يا دكتور ايمن، انت مبدئيا قلت لي وانت بتسالني السؤال قلت لي بروز الفك او بروز الاسنان. يعني انت عايز تقول لي في حاجه بارزه بس مش عارف هي من الفك ولا من الاسنان. الفكره كلها ان في نوعين من البروز، في بروز للفك يعني الفك العظم نفسه يبقى بارز لبره، وفي بروز للاسنان يعني الاسنان بس هي اللي طالعه لبره والفك نفسه مش بارز، يعني الاسنان مرفرفه لبره او طالعه لبره، ده بروز اسنان. في حاجه تانية العظم نفسه يبقى متكون كتير قوي قدام فيبقى ده بروز للفك. الاثنين بيؤدوا لشكل اللي هو اسمه الضب، بنسميه في يعني في الشعب المصري بنسميه الضب، الانسان ده عنده ضب. طيب هل دول ليهم علاج غير التقويم ولا لازم تقويم؟ الفكره كلها في التقويم ان هو بيبقى في سيتويشنز معينه، يعني انا ما ينفعش اروح لعيان مثلا عنده 40 سنه او 45 سنه اقول له اعمل تقويم. ينفع او ينفع هو هيعمله؟ لا مش هيعمله، فهيضطر يعيش بقيه حياته كلها باسنان بارزه او ضب او ما شابه ذلك. طيب بروز الاسنان مثلا، لو انا عندي بروز في الاسنان والاسنان نفسها بايظه شويه، زي مثلا لو شفنا صوره زي دي عندها بروز فك ولا بروز اسنان؟ لا دي بروز اسنان، الفك بتاعها مش بارز قوي بس عندها ضب. طيب دي نعملها تقويم ولا تجميل؟ يعني التقويم هيدخل الاسنان والتجميل برضو هيدخل الاسنان. طب دي نعملها ده ولا ده؟ انا في حاله زي دي اختار التجميل. طب ليه اختار التجميل؟ ده الناس بتقول التقويم احسن من التجميل. اولا التقويم بعد ما خلصوا في الحاله دي، لو شفنا الصوره اللي قبل، بعد ما خلصوا انت اصلا الاسنان بايظه ومحتاجه علاجات تانية، يعني محتاجه ان هي تتغطى بكفرز ومحتاجه شغل كتير قوي. التقويم بعد ما خلصوا في الحاله دي هضطر ان انا اعمل تركيبات تجميليه. طب لو انا اقدر اعمل لك كده من الاول، طب ما ليه اوفر عليك السنه ونص بتوع التقويم وخلاص نشتغل على طول تركيبات تجميليه اللي هي اسمها اي ماكس او الترا ماكس. فالحاله دي اتعملت في قد ايه مثلا؟ لو تقويم هتقعد سنه سنه ونص وبعدين هعمل تجميل، لو تجميل هتقعد ماكسيمم اسبوع. هنا هتلاقي البروز راح تماما. طب ده كان بروز فك ولا بروز اسنان؟ لا ده بروز اسنان. طب انهي الاسهل، بروز الفك ولا بروز الاسنان؟ لا الاسهل بروز الاسنان. طيب حاله زي دي بروز فك ومفيش بروز في الاسنان، لو شفنا الصوره اللي فوق الفك نفسه فيه عظم متكون زياده، الاسنان نفسها مش بارزه، الاسنان نفسها تحت مستوى الفك يعني داخله لجوه عن الفك. طب دي علاجها ايه، تقويم ولا تجميل؟ انا في رايي الحاله دي علاجها تتعمل تجميل على طول. عملنا ايه؟ قطعنا من اللثه شويه، شلنا من البروز الفك ده شويه وركبنا فينيرز، حاجه كونزرفتيف، حاجه ما بردناش من الاسنان خالص، تحضير بس تخشين للاسنان. عمليه اللثه دي مش حاجه مش حاجه كبيره، دي بتتعمل في 10 دقائق او ربع ساعه. الليزر بالليزر او بالجراحه، بالاثنين بيتعملوا في وقت قليل جدا. في حالات على فكره ما بينفعش فيها الليزر وفي حالات ما بينفعش فيها الجراحه. فهو الفكره كلها ان انا بس اخد البروسيدير بتاع ان انا ابقى عارف ان مش اي حاله تجيلي تبقى تقويم، او مش اي بروز في الفك علاجه هيبقى صعب او علاجه هياخد وقت كبير. الحاله دي اتعالجت في وقت سريع قوي في اسبوعين مثلا وتغير الشكل من اللي فوق لتحت. فاذا كده عشان ما نتوهش الناس مننا، في نوعين من البروز، في بروز للاسنان وفي بروز للفك. بروز الاسنان وبروز الفك الاثنين ينفعوا بالتقويم او بالتجميل. في حالات معينه ما تنفعش غير تقويم، دي خلاص دي لازم تقويم، يبقى لازم تقويم. في حالات تانية انا اقدر اوصل ل 100% من النتيجه بالتجميل، طب ما انا اعمل كده اوفر في الوقت للعيان والجهد وكل حاجه. السؤال اللي جاي ده سؤال فيه فلسفي شويه، سؤال عام كده، او ممكن ما يكونش فلسفي، ممكن سؤال يساله غير المحترفين، يعني انا افكر 100 مره قبل ما اسال هذا السؤال، بس انا هساله لك
وزي ما قلت لك غير المحترفين يعني اللي هو بقى ايه الناس اللطاف دول اللي هما بيسألوا في الطب يعني ينبروا يعني ويروحوا طالعين كده يسألوا السؤال ده. مين أصعب حالة ممكن تشوفها الأصعب في عالم التجميل؟ تعرف اللي بيسأل السؤال ده بعديها بقى يعني ايه أغلى عربية في العالم؟ لا السؤال ده لما بيجي يسألوه الناس اللي مش محترفة بعديها بقى ياخدوا نفسهم كده ويقعدوا بقى احنا بنسأل اهو اسئله جامده برضه ماشي مش انت بس اللي بتسأل اسئله جامده تمام فانا بسأل اسئله تافهه زيه لا وده سؤال تافه لا مش سؤال تافه لا سؤال خبيث خبيث شويه انا بالنسبه لي انا اصعب حاله هتبقى مكونه من جزئين هو ايه العلاجات اللي في ايد دكتور تجميل الاسنان ان هو يعملها تركيبات تجميليه تقويم زراعه في حاجه تانية؟ يعني هو ايه اللي بيلعب ايه الكروت اللي بيلعب بيها انت جاي لي حاله شكل اسنانك مش حلوه وعندك مشكله في ضحكتك فانت هتشتغل لا اما تقويم لا اما تجميل تركيبات تجميليه فينيرز وكراونز والحاجات دي لا اما زراعه في ايه ما فيش حاجه تانية في ايديا طب لو جات لك حاله جربت التقويم ما نفعش جربت التركيبات التجميليه ما نفعش الزراعة قالوا لها عشان تزرعي لازم تخلعي شوية أسنان انت متخيل حد عنده 20 سنة ولا 21 سنة بتقول له عايزين نخلع شوية أسنان فإذا التلات كروت اللي أنا بلعب بيهم ما نفعوش مع الحالة دي أول حاجة تاني حاجة إن هي تبقى لفت على كل الدكاترة أكبر دكاترة الأصغر دكاترة وقالوا لها لأ حالتك دي ما تنفعش غير إن أنا أخلع لك أسنان كتيرة ونعمل لك عملية في الفك ونعمل لك قصص كبيره قوي فهي دي بالنسبه لي اصعب حالات اللي هو انا الكروت اللي انا بلعب بيها مش عارف اعملها واوريدي بيبقى العيان بتاعي اللي جاي لي ده اصلا جربها فهو هتقنعه ازاي انت مثلا لو جه مثلا هو عمل يعني الدكتور قال له انت حلك تقويم عمل تقويم وفشل قال له طب خلاص راح لدكتور تاني انت حلك تجميل تركيبات تجميليه عمل تركيبات تجميليه وفشل طب والله بقى ده انت حلك هنخلع الاسنان ونزرع لا مش عامل كده انا جربت حاجتين وفشلوا فاكيد مش عامل كده فالعيان كمان برضو ما بيبقى ايه زي اكزوست يعني نفسه قصر مجهد خلاص مجهد لو شفنا حاله زي اللي في الصوره دي طب دي مشاكلها ايه اولا اللثه اللثه بتبان جامد قوي ثانيا السنان صغيره السنان صغيره تكاد تكون قد الاسنان اللي تحت يعني ده حجم مش اسنان فوق ده حجم اسنان اللي هي اللي تحت في الصف اللي تحت طب ايه صعوبه الحاله دي لو شفت يا دكتور ايمن الفرق بين النبين صغير قوي ما يشيلش اربع اسنان كبار هي هتلاقيها عامله تقويم تحت وكانت عامله فوق على فكره بس ما نفعش فوق ما عرفوش يعالجوها فعمل لها التركيبه اللي فوق دي يعني هي كده جربت التقويم وجربت التركيبات التجميليه انت متخيل ان اللي فوق دي تركيبه تجميليه يعني كان انا المنظر اللي انا شايفه ده كدكتور تجميل اسنان كان حد بدل ايدين الاثنين في رجلين يعني انت لما يبقى الاسنان اللي تحت محطوطه فوق بنفس حجم الاسنان اللي تحت نفس حجم اللي فوق كان انا شايفها كدكتور اسنان كان حد بدل ايديه انت شايل له ايده ومركب له رجلين في ايديه انت متخيل هتبقى شايف كده تمام بتفرج على الاعلان سخيف كده تمام اه والله كان اعلان سخيف قوي اه في اعلان كده صح حاطين رجلين بدل ايد واحد حاجه كده سخافه يعني هو دي ده انا شايف العلاج اللي اتعمل لها كده طيب الحاله دي عملنا لها ايه بقى يعني هي دلوقتي بتقول لك انت مش هتقدر اولا تقول لها هدخلك في علاج طويل الامد يعني مش هتقدر تقول لها مثلا طب انا هعمل لك تقويم تاني سنه يعني مستحيل ترضى هتعيش بقيه عمرها كده مستحيل تقول لها طب انا هخلع لك شويه اسنان من اللي قدام دول ونزرع لك مش هتعمل كده لان هي جربت التقويم سنه ونص ما نفعش وجربت التركيبات التجميليه دي ما نفعتش ما ده مش منظر يعني هي طبعا مستحيل ترضى عن شكلها كده طيب الحالة دي عملنا ايه بقى؟ عملنا زي ايه؟ دي احنا كده خلاص كنت انا ودكتور الجراحة ودكتور اللثة البيريو
قعدنا رسمنا لها شكل اسنان في العظم اللي فوق ده، يعني مش الاسنان بتبقى نازله من اللثه، قعدنا رسمنا الاشكال دي كان في اسنان هتتحط. تمام. تاني حاجه اشتغلنا عليها ان احنا ننزل لها الشفه اللي مرفوعه فوق دي قوي، تنزل تحت تغطي كل الكلام ده. لو شفنا الصوره بعد دي الحاله، بعد الحاله دي انا بعتبرها دي اصعب من اصعب الحالات اللي انت ممكن اي دكتور تجميل اسنان يشتغلها، عشان صعوبتها في التخيل. في التخيل احنا راسمين كانك بترسم رسمه هندسيه على حد من الاول خالص وجديد، ونزلنا الشفه تحت. طب انت ممكن تقول لي يا دكتور ايمن انت الحاله فوق مثلا دي بتضحك قوي وتحت مش بتضحك قوي، مش مبينه اللثه. لو بصينا على الـ مش وانت بتضحك الحته دي بتعمل خط كده، لو بصيت في الصوره اللي تحت هتلاقي اكتر من اللي فوق، فاذا هي تحت بتضحك اكتر من فوق. طيب ايه اللي يعني احنا كده نزلنا اللثه لتحت قوي، تمام، نزلنا قصدي الشفايف لتحت قوي، خدت بوتوكس وخدت فيلر وعملنا، انت بص منظر السنتين اللي في النص رجعوا كانها حد طبيعي جدا. كل ده بقى اتعمل في قد ايه؟ في 15 يوم. فالفكره كلها ان المفروض برضو انا اشتغل على نفسيه العين شويه. خلاص هو عيان جاي لي مجهد من كتر العلاجات اللي عملها، سيبك من ماديا، مجهد معنويا. لو شفتها بقى ركز في دكتور ايمن في الفيديو ده، هي انت لاحظت حاجه؟ ايه بقى؟ بتبقى عماله مش سايبه لا هات الفيديو كده من الاول تاني. هي ماسكه المرايه مش مصدقه ان هي دي نفسها، سابت المرايه وراحت بصت في مرايه تانيه. مرايه تانيه، هي شافت سابت المرايه دي وراحت للمرايه المنوره. يعني هي بتقول ايه ده مش انا هبص في مرايه تانيه، انت متخيل؟ هي ما كانتش مصدقه نفسها عامه. الفكره كلها في الوقت كمان. الحاله دي اتعملت هي حد طيب جدا على فكره. الحاله دي اتعملت في 15 يوم. بالظبط. شوف البنت فرحه البنت من الاشياء الجميله بالظبط. انا عجبني قوي ان هي متسايبه المرايه ورايحه تبص تتاكد فرحه إن... البنت دايما الراجل لما بيفرح عادي يعني، بص ليه فرحان كده ومش فرحان قوي. تقول له ايه رايك في الاسنان يقول لك حلو. الحمد لله كويسه الحمد لله، بس انا لازم انزل دلوقتي عشان ورايا مشوار مهم بتاع. لكن البنت بقى يعني تعمل لك فرح في العياده بالظبط، وتجيب لك شوكولاته وتجيب ده اساسي ما ينفعش. اساسي طبعا لازم يعني. فرحه البنت جميله في كل حاجه، لو بنوتك اختك مريضتك فرحه البنت. وبعدين بيبعتوا بقى مسجات بعد ما يخلصوا، شكرا يا دكتور ربنا يخليك غيرت لي حياتي. التاني ما بيبعتكم مع مباركه، لا بتقول له مثلا في متابعه الاسبوع الجاي. مش هيجيها اصلا. هو بقى كويس وانا تمام كده. هسألك بقى سؤال بروفيشنال، يعني الوايد سمايل ده سؤال بروفيشنال، ما ماذا تعني كلمه وايد سمايل؟ لان احنا بنقولها كتير والناس مش فاهماها، وتاثيرها ايه؟ وايد سمايل ليها تاثير نفسي هنتكلم فيه. انا عارف ان انت بتحب الشق النفسي في التجميل. وايد سمايل دي يعني انا عايز وانت بتضحك من قلبك، يعني يبان على وشك ان انت حد مبسوط. طب افرض حد ضحكته ضيقه، فانا كده لو انا عبرت لك ان انا مبسوط قوي، انت باصص لي ده انت عادي، انت مش مبسوط قوي ليه؟ حاله زي دي مثلا. اللي في بقها ده على فكره تركيبات، بس اللي عامل الحاله دي دكتور اسنان مش دكتور تجميل اسنان. دي تركيبات. ده طبعا حاجه مالهاش علاقه بالسمايل اصلا. انا انت مش جاي، انت كان عندي اسنان بايظه، انت عالجت لي الاسنان مش قوي يعني مش حلو قوي، بس ما لعبتليش في السمايل بتاعتي، ما عملتليش حاجه اسمها انت شايف ان دي نارو سمايل، يعني ابتسامه ضيقه المفروض انا اوسعها. دي حاجات يعني ادفانسد شويه، يعني متقدمة شوية في السمايل. ان انا اعمل لك وايد سمايل مش حاجة سهلة قوي زي ما انت يعني، مش بسيطة ان انا اعمل لك وايد سمايل. تأثيرها ايه؟ ان انا ابين لك وانا بضحك قد ايه انا مبسوط. لو شفت الفرق بين الصورة اللي فوق والصورة اللي تحت، بص يا دكتور ايمن، عرض الابتسامة، العرض، الباك الكوريدورز اتقفلت، الدهاليز السوداء اتقفلت. بص فوق هتلاقي الضحكة ضيقة تحت، الضحكة واسعة. سيبك من الأسنان وسيبك من القصة دي كلها، أنا عايز وأنا بضحك حاجة وايد عريضة شوية في بقي من واللون كمان أبيض شوية يبان، أبين لك إن أنا أفتح نفسك للحياة. مش تضحك كده
انت ما بتضحكش؟ لا انا بضحك والله. لا ما بتضحكش. هي دي الفكره من الوايد سمايل. بنوصل لها ازاي؟ وانت بتعمل تجميل فينيرز بنعمل حاجات معينه في الاسنان اللي ورا. احنا عاده في التجميل بنعمل من 8 ل 10 اسنان. ده العاده طبعا. في ممكن سنتين يعملوا تجميل ممكن من غير اصلا فينيرز ولا كراونز ولا كان ممكن تبيض. عشان التجميل ده نتيجه مش منتج. يعني ما ينفعش تقول لي لو سمحت يا دكتور هو بكام الهوليوود سمايل؟ ما فيش حاجه اسمها كده. الهوليوود سمايل ده مش منتج بيتباع، دي نتيجه بتتباع. فانا بعرف اوصل بقى. لو انت مثلا جاي بقى عايز تظبط السمايل كلها وعندك نارو سمايل او ابتسامتك ضيقه شويه وانت عايز تخليها وايد سمايل، يعني ابتسامه مشرقه شويه وانت بتضحك الناس اللي قدامك تتبسط على الاقل، دي بنعمل من 8 ل 10 اسنان فينيرز قشره. تمام؟ بتعمل لي الوايد سمايل ده، بتقفل بقى الكوريدورز دهاليز السوداء، بتبسط اللي قدامك وتخلي الدنيا حلوه كده. ارجع بقى للنمط الاسئله اللي هو برضو الاسئله المطلقه دي اللي في العام. الاسئله بتاعت الناس المحترفه اللي بتقول ايه. بس هسالها لك. بس السؤال اللي هساله لك ده انا محتار، هل هو سؤال يعني يبدو ساذج لكن ممكن يكون في مضمونه؟ لا مش ساذج خالص. لما اقول لك عدد الاسنان اللي نعمل بيها هوليوود سمايل، ده سؤال ساذج ولا سؤال خبيث؟ مش ساذج ولا خبيث، بس هو احنا عايزين. انا السؤال ده على فكره بسمعه كتير بس انا عايز اشرحه لك المره دي جامد. عشان انا بيجي لي ناس يعني معظم الاسئله اللي بتتسال لي كلمه بكام هوليوود سمايل، او ده في ناس بتقول لي ممكن في دليفري للهوليوود سمايل دي، يعني ممكن تبعتها لنا والله العظيم على البيج بتاعت العياده. اسئله كتير قوي قوي قوي، هل في توصيل للهوليوود سمايل دي للبيت؟ يعني مثلا في محافظه اسكندريه ممكن تبعت لنا الهوليوود سمايل دي؟ فالفكره كلها احنا عايزين نفهم يعني ايه الاول هوليوود سمايل ومنين جه المصطلح ده. هوليوود سمايل دي انت طبعا عارف القصه. ده معمل، ده معمل في في معمل في مين اللي قال لك المعلومه دي؟ انت بس. تمام. عشان ايه؟ كنا قلناها في الدكتور بالظبط. معمل عمل حاجه معينه وعملها سماها باسم. معمل كان بيعمل نسب معينه للاسنان، الاسنان دي طولها لعرضها بنسبه معينه وطول وعرض السنه للسنه اللي جنبها بنسبه معينه. زمان كان في حاجه اسمها الجولدن بروبورشن بتاعت الاهرامات بتاعت ابو الهول. لما تيجي ان انت بيقول لك ان الريشيو بين اي حاجه واللي جنبها 1 to 1.6، يعني في نسبه معينه ثابته بين كل حاجه واللي جنبها عشان تدي هارموني، تدي تناسق. كل المعامل بتاعت الاسنان كانت بتشتغل بالجولدن بروبورشن دي، النسب الذهبيه. النسبه الذهبيه لحد ما في معمل اسمه هوليوود سمايل ده حب يكسر الروتين شويه وعمل حاجه اسمها ايه دلوقتي بقى اتعرفت، بس هو كان سر عنده هو بس، اسمه الريد بروبورشن. الريد بروبورشن دي قال لك لا انا مش هلتزم بالنسبه ال1 اللي هي الواحد ل1.6 دي. اي حاجه عباره عن 1 على 1.6، انا مش هلتزم بدي. انا هثبت ريشيو بين كل حاجه والتانية. يعني انا هخلي عرض السنه اللي في النص بالنسبه لعرض السنه اللي بعدها مثلا 2 1 ل2، يبقى اللي بعدها للي بعدها 1 ل2 برضه. فاذا ده خلى ان انا اقدر يبقى في حاجه اسمها كاستم ميد. مش انت بتسمع كلمه كاستم ميد؟ يعني تفصيليه ترزي. فبقينا ان انا اعمل لك ابتسامه لايقه عليك انت. ليه؟ لان انا بقيت العب في الريشيو. فانا بقيت مثلا اقول لك لا والله انا نسبه في الحاله دي في الكيس دي في مثلا لسعاد مثلا هخليها 2، لحميده هخليها 3. فبقى في كل حد والتاني ابتسامه مختلفه عن ما بقاش الرصه المعروفه. والمعمل ده فضل محتفظ بالسر ده لحد لما ظهرت بقى بعد كده الناس قعدوا يدرسوا الاسنان طبعا اللي هو عاملها، فلقوا ان هو بيثبت النسب. خلاص دي اسمها ريد بروبورشن. احنا هنشتغل كمان كل الناس بقت تشتغل ايه ريد بروبورشن. بقى خلاص بقى كل دكتور ليه ذوقه الخاص. والله لا انا الحاله دي هطول لك السنه دي شويه، المهم بس ان انا التزم بريشيو، يعني التزم بنسب. طيب فالفكره كلها ان خلاص ما بقاش في حاجه اسمها جولدن بروبورشن، بقينا ايه ريد بروبورشن. انا بشرح لك كده ايه الهوليوود سمايل دي جت منين. فهوليوود سمايل ده معمل بيطلع الاسنان شكلها حلو قوي وكاستم ميد، فظهر مصطلح انا هعمل لك هوليوود سمايل.
كان الممثلين بتوع امريكا بيعملوا اسنانهم الدكاتره اللي بيشتغلوا لهم بيعملوا لهم عند معمل هوليوود سمايل ده. طيب هوليوود سمايل ده بقى ايه؟ عباره عن ايه؟ ده مش منتج اسمه هوليوود سمايل. انا ممكن حد مثلا اسنانه في ازدحام في الاسنان، اسنان طالعه وخارجه بس الاسنان شكلها يعني السنه نفسها كل سنه لوحدها شكلها حلو، بس في سنه طالعه سنه داخله سنه عامله لفه بتاع، اعمل لها تقويم. وانس ان انت عملت لها تقويم والسنان اترصت وشكلها حلو، دي اسمها كده انت عندك هوليوود سمايل. فاذا ده مش منتج، ده نتيجه. يعني انا دلوقتي بالتقويم عملت لك هوليوود سمايل. طيب في حد تاني اسنانه تحفه وشكلها حلو جدا بس لونها اصفر، اصفر بزياده، لو انا عملت لك تبييض للاسنان وخلاص اسنانك كده كده مرصوصه وحلوه وبقى لونها ابيض شويه فاتح شويه، يبقى انت كده عامل هوليوود سمايل. فاذا ده خلاص مفيش، انا كده ما اتدخلتش اصلا. طب انت عندك فراغات بين اسنانك وفي سنه مشطوفه من تحت وسنه لفه سنه، وعملت لك فينيرز قشره من بره، يبقى انا كده عملت لك هوليوود سمايل. يبقى مفيش حاجه اسمها هوليوود سمايل بكام او كام عدد اللي، مفيش كده. انما في بقى سؤال اللي هو ايه؟ كام عدد الاسنان اللي انت محتاجها عشان توصل لابتسامه مثاليه؟ تمام؟ ده بقى في وجهه نظري ده متغير بقى. ده متغير، لو شفنا حاله زي اللي في الصوره دي. ده محتاج كام سنه؟ ده محتاج 40 سنه تقريبا. محتاج كله. محتاج كله. محتاج كله. ده ينفع تعالج له السنتين اللي في النص يبقى عمل هوليوود سمايل؟ لا، ولا ينفع اربعه ولا ينفع سته ولا ثمانيه ولا 10 ولا لازم كله. ده لازم عمره كامله زي ما بتروح كده بالعربيه تسيبها في التوكيل تقول له شد لي العربيه دي. طيب هل ده بياخد وقت في العلاج؟ والله ما بياخد وقت. انت عارف الحاله دي اتعملت في اسبوع. بص بقى كده في اسبوع تحول 180 درجه. انا ما بحبش جو اللي هو ايه تعالى اعمل لك السنه دي. ما هو على فكره اللي هو عمله فوق ده، ده الاول حشى، ده اللي انت شايفه ده حشو، راح حشى سنه وقامت الثانيه بايظه، قام حشى الثانيه، قامت الاولانيه اللي هو حشاها وقع، قام فزهق. لا تعالى انا اعمل لك فينيرز مره واحده تعيش بيها طول العمر تريح دماغك. ده كده محتاج ايه؟ كل الاسنان. طب الحاله زي دي قول لي انت لازم ستة. لا لا ايوه ستة. يا شفت سلام يا باشا، اوعى كنت تزود والله. لا انا قديم. ده ستة اسنان ظبطناه. ستة اسنان بالظبط. ثلاثة لو جبنا الصوره قبل وبعد مع بعض. ده ستة اسنان على فكره، هو كل ما تزود هتبقى احلى، بس انا بقول لك ان اقل تدخل انا اقدر اتدخله في الحاله زي دي ست اسنان. طب ينفع اربعه؟ لا ما ينفعش اربعه. ليه ما ينفعش اربعه؟ عشان المسافه اللي في النص دي واسعه وانا عايز اوزعها على عدد اكبر من الاسنان. فلما بندرس الحاله خلاص ده اقل عدد من الاسنان ان انا اوصل له عشان اعمل لك السمايل بتاعتك ست اسنان. الناس هيفتكروا ان انا مليك موضوع ست اسنان. لا عيب عليك. والله. لا ده انا قديم. وانا لا 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 الناس فاهمه ان انا فاهم قوي. نورتني. الله يخليك. ابدعت كالعاده. ربنا يخليك. بجد ابدعت. ربنا يخليك. ضيفي العزيز المبدع دائما دكتور عبد الله متولي كان منور في الناس الحلوه. خليكم على الناس الحلوه. التدخلات المحدوده لانقاذ الاوعيه الدمويه الطرفيه هي اصبحت الغزو الطبي العالمي دلوقتي، هي الصيحة العالمية. كل ما يتعامل مع السلك المرشد والقسطرة ده بنسميه تداخل محدود. لو شفنا الصورة العلوية فيه دي جامد حوالي 90% في الوصلة. ده لو أهمل هتتجلط الوصلة وتفشل وخلاص ويبقى ضاعت على المريض. لا احنا بندخل بتدخل محدود عن طريق البالون، نقدر نوسعها سواء كانت بالبالونة العادية أو البالونة الذكية. في مرضى الغسيل الكلوي الوصلات دي يا جماعة وصلات مهمة جدا جدا جدا، هي الوصلات اللي بيتم من خلالها التعامل عشان نغسل الدم. فديت هي الجسم في عدد محدود من الوصلات، كل وصلة منهم بتبوظ، ده معناها ان جزء إن احنا بتفقد جزء من سنين العيان اللي احنا نتمنى انه يعيشها بيبدا يروح. احنا جراحين في الاصل، اوكي، فالجراحة هي الاساس بتاعنا، لكن هذه التدخلات احنا اتقناها جدا. طبعا عدت بقت اكثر من 90% من شغلنا بالتدخلات. الاستاذ الدكتور ايمن عبد الفتاح
أستاذ جراحة الأوعية الدموية طب عين شمس، زميل كلية الجراحين الملكية لندن، استشاري جراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية والقدم السكري، عضو الجمعية الأوروبية لجراحة وتدخلات الأوعية الدموية، عضو الجمعية المصرية لجراحة الأوعية الدموية. أهلا بكم في واحدة من أهم حلقاتنا على الإطلاق، واسم عالمي كبير النهاردة ضيفنا في الناس الحلوة، في موضوع أنا أعتقد أن أنتوا لازم تفهموه كويس، الوعي لازم يزيد فيه. التدخلات المحدودة لإنقاذ الأوعية الدموية الطرفية هي أصبحت الغزو الطبي العالمي دلوقتي، هي الصيحة العالمية، والحقيقة صيحة مؤثرة جدا ومحتاجينها. يعني في صيحات عالمية نقدر نحط قدامها أكتر من نقدر نقول علامة استفهام أو تعجب، لكن دي واحدة من الصيحات العالمية اللي لبت احتياج جبار، لأنه الجراحات في الأوعية الدموية كانت أيضا لها مشاكلها ولها قسوتها. فالتدخلات المحدودة اللي هنفهمها النهاردة بالتفصيل، أولا كلمة تدخلات محدودة معناها بشرة جيدة في أكتر من نقطة. أولا رقم واحد ريكفري، أكيد الاستشفاء بتاعها أكيد سريع لأن دي تدخلات محدودة، فمش هتعوق إنك ترجع شغلك بسرعة. ثانيا تناسب الكتير من الناس اللي عندهم مشكلات عظمى زي مشكلات في القلب، مشكلات في السكر، مشكلات في السيولة، مشكلات في التخدير. التدخلات المحدودة بتتعامل مع هذه الطائفة اللي أكيد هي الطائفة المتصدرة لمشاكل الأوعية الدموية. التدخلات المحدودة أقل في الآلام، أقل في الجروح، أقل في الكومبليكيشن والمضاعفات، أكثر ضمانا. هي قلب الطب الآن، هي دلوقتي كل البرانشات الطبية كلها تذهب إلى مينيمال انفيسيف سيرجري، تدخلات محدودة في المخ والأعصاب، وهنا في الأوعية الدموية في المخ مشاكله في الأورام، في كل حاجة بتدور على المنقذ، طوق النجاة، والطريق اللي بنسميه الطريق الجميل مفروش بالورود اللي فيه موسيقى تصويرية هادئة كده وانت بتشتغل فيه. التدخلات المحدودة تكنولوجيا متقدمة للغاية. زي ما قلت لكم النهاردة حوار ممتع جدا مع اسم عالمي واسم المفتخر بوجوده معانا، والحقيقة قيمة علمية كبيرة، وبسعد جدا بقبول دعوتنا لأنه بيمتعني بحوار علمي على أرقى مستوى، على أرقى ما يكون، شرح تفصيلي أكاديمي من طراز رفيع، وطبعا قيمة وقامة جراحية كبيرة في مصر والوطن العربي. أستاذنا الأستاذ الدكتور أيمن عبد الفتاح، أستاذ جراحة الأوعية الدموية، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، استشاري جراحة الأوعية الدموية بمجموعة مستشفيات كليوباترا، وجراحات استشاري جراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية والقدم السكري، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات وتدخلات المحدودة بالأوعية الدموية، وعضو الجمعية المصرية لجراحة الأوعية الدموية، وزميل كلية الجراحين الملكية بلندن باسم الكبير. أهلا بك دكتور أيمن بيه. أهلا بك دكتور أيمن، وأهلا بمشاهدينا الكرام. الحقيقة أنا بسعد بوجودي مع حضرتك، ونتمنى أن احنا نوصل معلومات صحيحة للسادة المشاهدين والمتابعين لبرنامج حضرتك، وهم كسر يعني. أشكرك شكرا جزيلا على قبولك دعوتنا، والوطن العربي كله بيستمتع بالاستماع ليك. الله يخليك. عايز أبدأ من قلب الموضوع زي ما بيقولوا، من قلب المعركة. يعني إيه تدخلات محدودة؟ ما المقصود بالقسطرة الطرفية أساسا؟ هو العالم كله متجه للجراحات المحدودة، التدخلات الجراحية المحدودة، منها طبعا في مجالنا مجال كبير جدا ومتسع اللي هو بنسميه الاندوفاسكولار، او ما يتعلق كله بالتدخل المحدود عن طريق القسطره والواير السلك المرشد. كل ما يتعامل مع السلك المرشد والقسطره ده بنسميه تداخل محدود. يمكن جرى العاده ان هم يسموه القسطره الطرفيه عشان يفرقوه عن قسطرة القلب. طبعا زمايلنا في القلب بيتعاملوا مع الشرايين التاجية أو مع صمامات القلب برضو بتداخلات محدودة عن طريق القسطرة، فجرى العادة إن هم يسموا التداخلات المحدودة للأوعية الدموية بالقسطرة الطرفية عشان يفرقوا عن التدخل في شرايين القلب. ما هي تداخلات الأوعية الدموية الشريانية الشرايين؟ في الشرايين نفسها فيها مجال واسع جدا. أولا انسداد الشرايين، ويمكن حضرتك كما ذكرت دلوقتي تصلب الشرايين شائع عالميا،
وبيؤدي إلى حدوث كسور دموي مزمن نتيجة لانسداد الشرايين بالتدريج نتيجة لمرض تصلب الشرايين. أمكن التعامل مع هذه كل الأمراض والانسدادات بأن احنا نقدر نتعامل معها بالقسطرة، أن احنا نعمل توسيع بالبالون سواء البالون العادي أو البالون الذكي، أن احنا نقدر نعمل دعامات سواء دعامات عادية أو دعامات ذكية، ممكن نعمل دعامات مغطاة لبعض أمراض الشرايين اللي موجودة. هناخد مثل لينا للتعامل مع انسداد الشرايين. هنا المريض عنده انسداد كامل في الشريان الفخذي الأيمن وشريان الركبي الأيمن. كويس. أمكننا التعامل معاه إزاي؟ هنشوف الصور المتتالية. إن إحنا قدرنا ندخل بالقسطرة من الناحية الأخرى من الفخذ الأيسر، ونقدر نلف بالقسطرة زي ما هو واضح في الصورة اللي على اليسار، نقدر نعدي للناحية اليمنى من الناحية اليسرى كروس أوفر. أوكي. عملنا توسيع لأن الانسدادات كانت كاملة، فحصل بعد التوسيع ما يسمى بانشطار في جدار الشريان. طب ده نتعامل معاه إزاي؟ إن إحنا نحط دعامات. الصورة التالية هنشوف الدعامات وهي محطوطة، دي على اليسار الدعامة في الشريان الركبي، وعلى اليمين الدعامة في الشريان الفخذي. طيب نشوف بقى النتيجة بعد كده. ده الشرايين موجودة، الشريان الفخذي كله مفتوح، الشريان الركبي مفتوح، وصلت الشرايين آخر صورة على اليمين، خلاص دي القدم عندنا وصل فيها الدم الشرياني سليم. هذه الجراحة المحدودة أجريت بمخدر موضعي فقط من مكان الدخول من العانة اليسرى، وقدرنا نرجع الدورة الدموية الشريانية كاملة. مثال آخر هناخده، ده مريض عنده انسداد في الشرايين الحوضية من بدايتها من الشريان الأورطي في البطن. أوكي. فبدل ما نعمل الجراحة التقليدية ان احنا نفتح على الشريان في البطن، بنبتدي ان نعمل توسيع برضك بالدعامات للشرايين الحوضية. فالصورة اللي في الوسطى فيها طبعا الدعامات اللي موجودة، وبعد كده النتيجة موجودة عندنا ان احنا قدرنا نستعيد الدورة الدموية للطرفين بتدخل محدود وبمخدر موضعي ايضا ومن غير الحاجة لفتح البطن. مثال اخر بقى لتدخلات في الشرايين اللي هو تضخم الشرايين الطرفية. اكثر حاجة شائعة عندنا الشريان الاورطة، ففينا تضخم في الشريان الاورطي في البطن. قدرنا نتعامل معاه عن طريق الدعامات المغطاة اللي هي بنسميها الايفار، وشايفين النتيجة في الناحية اليمنى ان احنا قدرنا نتعامل مع التضخم الشرياني من غير برضك ما نضطر نفتح البطن، وعن طريق القسطرة والدعامات المغطاة. برضك التضخمات بتحصل في الشرايين الطرفية، يعني مثلا هذا المريض عنده تضخم في الشريان الركبي الأيمن، لو شفنا الناحية اليمين الشريان الركبي الأيمن فيه تضخم، الناحية اليسرى سليمة. أنيوريزم هو التضخم، اتساع. اتساع. تضخم اتساع. الشريان ده الأنيوريزم، ضعف الجدار واتساع، ضعف الجدار. هنشوف ازاي تعاملنا معاه برضك بواسطة الأسطرة. الصورة اللي على اليسار مبينة التضخم موجود، وفي كمان تجلطات موجودة في المحيط للتضخم هذا. قدرنا نحط دعامة مغطاة. هنشوف الصورة الأخيرة، خلاص احنا قدرنا بنعمل اكسكلوجن، يعني بنبعد هذا التضخم بالدعامة المغطاة عن مسار الأوعية الدموية، وفي نفس الوقت بنستعيد الدورة الدموية للطرف بشكل طبيعي. وهذه التدخل أجري برضك عن طريق القسطرة بمخدر موضعي في وقت اللي يستغرق ساعة كاملة. حلو قوي. كل ده بأوعية دموية، كل ده تدخلات محدودة، كل دي تدخلات محدودة بالنسبة للشرايين. دي أمكننا أن احنا نتعامل معها بتدخل محدود بمخدر موضعي. مفيش جراحة موجودة خالص، وقت قصير، المريض بيعمل القسطرة ويخرج تاني يوم على طول، يعني الإقامة لا تتعدى 24 ساعة في المستشفى. فده طبعا بينجز في التعامل مع سواء كان انسداد أو صدام تضخم الشرياني اللي هو الأنيوريزم اللي موجود، تضخمات أو انسدادات في الشرايين. طيب هنروح للأوردة. الأوردة مشاكلها كثيرة أيضا. تمام. وفعلا برضك أصبح للقسطرة الطرفية أو تدخلات الأوعية الدموية المحدودة دور كبير في
الأوردة. طبعا الصيحة دلوقتي في كل مشاكل دوري الساقين ان احنا بندخل بوجود الأسطرة برضو، برضو دي معتمدة على تدخل محدود بدل الجراحة. يعني شايفين الدوالي شكلها بيبقى كبير جدا، الجراحات ليها دورها في الحالات المتقدمة، لكن ما زادت فيه جراحة موجودة، ومرضى كتير ما يحبوش ان يكون فيه سكارز، فيه ندبات نتيجة للجراحة، فبنضطر نعمل حاجة تدخل ما فيهوش اي اجراء جراحي، منها الاندوفينوس ابليشن اللي هو كي الأوردة عن طريق الأسطرة. طبعا اكثر حاجة شائعة الان هي الليزر الموجود، لكن عندنا حاجات اخرى، وفي حاجات اخرى كمان بنستخدمها حديثة موجودة، الليزر والتردد الحراري والميكروويف، كل دول بيعتمدوا على الكي بي الحرارة كويس، لكن في تقنيات حديثة وبدأنا نستخدمها هنا وبتعمل نتائج كويسة معنا برضو، اللي هو التدخل بالأسطرة الميكانيكية الكيميائية. يمكن هنشوف ليها فيديو قصير كويس، ان احنا جوه الوريد تمام عن طريق الأسطرة اللي بتتحرك دي الفايبرز اللي طالعه منها دي حادة، بتمشي على جدار الشريان تعمل انقباض للشريان، وفي نفس الوقت بنحقن مادة كاوية سكلوزنج ماتيريال، فتقفل تقفل الوريد كله الوريد كله في الدوالي من غير حرارة كويس، وبالتالي دي ممكن نعملها من غير ما نحتاج ان احنا نحط تيوميسنت أناسيزيا اللي هي يعني المخدر المخدر حتى الموضعي المخدر الموضعي حوالين الوريد اللي بنحطه ما بنحتاجوش، وبالتالي ممكن نعمل فقط مخدر موضعي لمكان دخول الأسطرة. فدي طبعا اصبحت تقنيه ان انت ما بتحتاجش حتى لا بنج كلي ولا حتى بنج موضعي اللي هو تيوميسنت أناسيزيا اللي موجود. فدي من الحاجات اللي هي برضو حديثه جدا في مجال علاج دوالي الساقين. مش بس كده، احنا امكننا علاج القصور الوريدي المزمن، الناس اللي عندهم نقص في الدوره الدمويه الوريديه نتيجه لجلطات سابقه او نتيجه لضغط على الوريد في الحوض، حاجه مشهوره اسمها ميترنر سندروم، متلازمه ميترنر. الناس دول كان بيبقى في علاج طبي فقط موجود، وكان يعني ده ما بيحسنش القصور الوريدي المزمن بشكل كبير، خصوصا في الحالات اللي فيها انسداد كامل في الأوردة. لكن امكن هذا، دايما نشوف هنا الوريد على الصوره على اليسار، الوريد الحوضي الايسر مقفول تماما، هنا ابتدينا نعمل له توسيع بالبالون، خلاص ابتدى يتسع شويه لكن لسه مش الاتساع اللي احنا عايزينه. هنشوف الصوره اللي بعديها، حطينا له دعامه وريديه كويس بحيث ان هو يبقى مفتوح تماما. لو نظرنا للصوره التاليه هنبص نلاقي ان في دعامه محطوطه في الوريد الحوضي الايسر، واستعدنا دي الدعامه دي في الوريد مش في الشريان، دي بتستعيد الدوره الدمويه الوريديه بشكل طبيعي للطرف للطرف الايه السفلي الايسر اللي هو مرتبط بيها. فده عمل طفره في علاج الحالات دي. وبرضو بنستخدم بعض التقنيات كمان في علاج متلازمة احتقان الحوض أو دوالي اللي بنسميها دوالي الحوض بالنسبة للسيدات، ودي بتعمل لهم ألام جامدة جدا، برضو عن طريق التدخلات المحدودة والأسطرة بنقدر نعمل كويلينج، إن احنا نقفل الأوردة اللي فيها احتقان جامدة للحوض، وده بيريح المرضى بشكل كبير جدا. فده مثال أدى إلى تحسن شديد جدا في سواء كانت دوالي الساقين او دوالي الحوض اللي احنا بنسميها متلازمه احتقان الحوض. كل ده بتدخل محدود من غير جراحه. كل دول تدخلات محدوده بقيمه التدخلات المحدوده. طبعا. لكن في استخدامات اخرى للتدخلات المحدوده في مشاكل الاوعيه الدمويه؟ طبعا في حاجات ثانيه، احنا في كل مجالاتنا اصبحت التدخلات المحدوده هي الاساس او بتاخد مشاركه كثيره، يعني تتعدى مثلا 90% من الحالات. عندنا مثال للمرضى الفشل الكلوي، احنا مرتبطين مع مرضى الفشل الكلوي بصورة كبيرة جدا، لأن كل وسائل الغسيل الكلوي يتم عملها بواسطة جراح الأوعية الدموية. لكن أصبح كمان هناك تداخلات بسيطة موجودة،
منها تركيب الأساطر للغسيل اللي هي البرميكاز. طبعا كل المرضى الفشل الكلوي يعرفوا الأسطرة ويعرفوا اسمها البرميكاز. البرميكاز ده مثال لتدخل محدود. ازاي؟ احنا بنخش في الوريد المركزي للوريد الأجوف العلوي كويس بالأسطرة، وفي نفس الوقت بتخرج الأسطرة في أعلى الصدر بفتحتين يتوصلوا بالمكنة يقدر منهم يغسل المريض. هذه الأسطرة تتميز انها ممكن تقعد مدة طويلة، فبنسميها أسطرة طويلة المدى، يعني ممكن تقعد سنة أو اتنين لو ما حصلهاش أي انسدادات أو ما حصلهاش التهابات، فنقدر إنها موجودة. فالأسطرة زي ما احنا شايفين داخلة في الوريد الأجوف العلوي أو عند بداية الأذين الأيمن وخارجة من أعلى الصدر، وهذه الأسطرة بتبقى مالية بول، يعني زي البلاستيك المريض ما بيحسش بيها وبيتعايش معاها. مثال آخر لمرضى الفشل الكلوي اللي بيغسلوا من وصلات شريانية وبيحصل فيها ضيق. الضيق ده ممكن تشخيصه قبل ما يحصل انغلاق كامل للوصلة ونفقد الوصلة. احنا عارفين ان الوصلات دي حياة المريض فيها، فبنسميها بريشس، حاجة بريشس جدا، فلازم نحافظ عليها. اما تتدخل قبل ما يقفل الوصلة كويس، ده بيكون شيء ايجابي جدا في ان انت تحافظ على هذه الوصلة وتحافظ على مدة طويلة تكون موجودة مع المريض. دي الوصلات اللي ما بين الشرايين والأوردة. اللي هي الوصلات الشريانية الوردية. ففي عندنا مثلا هذا المثال، لو شفنا الصورة العلوية فيه دي جامد حوالي 90% في الوصلة. ده لو أهمل هتتجلط الوصلة وتفشل وخلاص ويبقى ضاعت على المريض. لا، احنا بندخل بتدخل محدود عن طريق البالون، كويس، نقدر نوسعها سواء كانت بالبالونة العادية أو البالونة الذكية. كويس، ونحافظ على الوصلة. بتكتشفوها ازاي مبكرا؟ الحقيقه دي بقى بنكتشفها بتعاون مع دكاتره الكلى، دكاتره الغسيل الموجود في الموجود فيها، ودي ويعني احنا تيم واحد، فريق عمل كامل موجود. المريض بيبقى فيه الضغط على المكنه بيعلى كويس، بيدي الارم، السيطره على مكان الغسيل بيقعد مده اطول، المريض بينزف من مكان دخول الابره الغسيل نفسها. دايما المرضى دول بيتابعوا بتحسن في وظائف الكلى معايا، سواء كانت البولينه او البوتاسيوم. دي بتتعمل تحاليل شهريه عشان نشوفوا كفاءه الغسيل. لو في اختلال في كفاءه الغسيل ده منبئ لحاجه مبكره ان في اختلال في وظيفه الوصله الشريانيه الورديه. فهم عنينا اللي بنشوف بيهم كويس، وبالتالي بنتدخل بننقذ الوصله دي قبل ما تفشل وبنخليها بالتالي مده طويله. ده مثال برضك الوصلة في الوريد البازيليكي، برضك هنا الوصلة فيها تقريبا حوالي 90% ضيق. ده بعد التوسيع خلاص رجعت الوصلة عادية وبتشتغل بصورة طبيعية. مرضى الغسيل الكلوي الوصلات دي يا جماعة وصلات مهمة جدا جدا جدا، هي الوصلات اللي بيتم من خلالها التعامل عشان نغسل الدم. فديت هي الجسم في عدد محدود من الوصلات، كل وصلة منهم بتبوظ، ده معناها ان جزء احنا بتفقد جزء من سنين العيان اللي احنا نتمنى انه يعيشها بيبدا يروح. تمام، احنا كنا بنواجه في السابق قبل ما نصل الى تدخلات الاوعيه الدمويه المحدوده دي، ان كان بيجي مرضى في الاخر ما عندهمش وسيله اماكن وصل. والوسيله دي بتاعت الغسيل هي تساوي حياه المريض. بالظبط، المريض من غير غسيل مش هيموت، مش هيعيش. فدي احداث طفره جدا في وسائل الغسيل الكلوي والمحافظه على الوصلات الشريانيه الورديه. دي الأسطرة؟ لا، دي بقى حاجه تانية لتدخلات الاوعيه الدمويه. دي البورتاكاس، دي الأسطرة اللي بنركبها للمرضى اللي محتاجين علاج كيماوي وريدي على مدى طويل. حضرتك عارف طبعا العلاجات الكيماويه بصفه عامه بتبقى هيفي دراجز، يعني بتعمل سكلروزز جامد وتعمل تجلطات وتليفات في الاورده الطرفيه. ادويه قويه جدا تاثيرها على الاوعيه الدمويه. تمام، على الاورده. فممكن في لو 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 المريض هيحتاج علاج كيماوي لفتره بسيطه استخدام الاورده الطرفيه، الكانيولات اللي بتتركب موجود. لكن مريض هيحتاج سيشنز كتيره يعني على المدى الطويل من العلاج الكيماوي، لا مش هتبقى مفيده. طب نعمل ايه؟ طب نعمل حاجه عن طريق برضو التدخلات المحدودة تقدر توفر الغسيل ده، يبقى متاح في أي وقت من غير ما نأثر على الأوردة الطرفية بتاعتنا. دي البورتاكاس. الدرام اللي شايفه حضرتك ده في الأول كويس،
ده بنزرعه تحت الجلد في منطقه اعلى الصدر تحت الترقوه، وبقيه القسطره اللي موجوده دي بنركبها زي بالظبط قسطره البرمكاس، تنزل فيه الوريد الاجوف العلوي او بدايه الاذين الايمن زي ما حضرتك شايف في الصوره دي. القسطره ماشيه مستمره موجوده لغايه الوريد الاجوف العلوي، وفي نفس الوقت عاملين لها تانل تحت مركبينها تحت الجلد اعلى الصدر. يجي الدكتور المسؤول عن العلاج الكيماوي بيحس الدرام دي، يحط فيها ابره، تاخد السيشن علاج كيماوي، مفيش اي الم، مفيش اي عرضه لتجلطات او سكليروزس في الاورده، تكدس الاورده خلاص. ودي ممكن تفضل موجوده زي البرمكاس، ممكن تفضل سنه سنتين لغايه اما المريض يتعافى ان شاء الله وما يبقاش محتاج اي سيشن للعلاج الكيماوي. ما شاء الله، حاجه عظيمه جدا. فدي طبعا طفره برضو. طفره، احنا كنا بنوصل لمرضى مفيش اي اورده يقدر ياخدوا العلاج بتاعهم. دي مأساة كبيره جدا. وبرضك نفس الشيء، برضك دي بتتركب بمخدر موضعي. حضرتك طبعا عارف ان الناس اللي عندهم ادفانسد كانسر بيبقوا في مراحل متاخره احيانا، بيبقى الحاله العامه بتاعتهم مش كويسه، برضك ما يقدروش ياخدوا تخدير كامل، فدي نقدر نعملها بمخدر كلي والمريض يخرج في نفس اليوم على طول. وممكن ياخد جلسات الكيماوي في نفس يوم تركيب الأسطر. التحرك المبكر في مثل هذه الأوعية، في مثل هذه المشاكل الخاصة بالأوعية الدموية، يلعب دور مهم جدا. أولا طبعا في الشرايين بيحافظ على الأطراف. يعني احنا بنتكلم مش بس ان احنا نوسع بقى شريان ونقلل الألم، لا، المسألة لو بروجريست، يعني لو زادت، وبروجريسيف ديزيز في حد ذاته ممكن يكون مزعج جدا، يوصلني إلى ان انا افقد طرف. الدوالي نفس المشكلة، الدوالي الحوض مشكلة، الأوعية الدموية الموجودة في المنطقة الخطرة، منطقة الأورطة وإلى آخره. طبعا كلام بتاع الشرايين الخاصة بالكلى والتوصيلات الوصلات، يعني الخاصة بالكلى، الوصلات الخاصة بالكلى دي بتنقص حياة إنسان. فده كله الأوعية الدموية عموما موضوع لما الحوار يكون فيه وإنقاذ لحياة إنسان. الوعي بقى بتاعنا كلنا بتاع كل التخصصات حول دور التدخلات المحدودة ده لازم يزيد، مش على مستوى العيانين بس، على مستوى القطاع الطبي. لأن دكتور الغدد أو دكتور السكر اللي بيتعامل مع عيان شاكك أنه عنده فاسكولار أوكلوزيف ديزيز بسبب السكر، لازم يحوله بسرعة لجراح أوعية دموية ويقول له في حاجة اسمها التدخلات المحدودة، أرجوك لازم تلجأ لي. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور أيمن عبد الفتاح، أستاذ جراحة الأوعية الدموية، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، واستشاري جراحات الأوعية الدموية بمجموعة مستشفيات كليوباترا، استشاري جراحة الأوعية الدموية والأسطرة الطرفية والقدم السكري، وعضو الجمعية الأوروبية والمصرية لجراحات الأوعية الدموية، وزميل كلية الجراحين الملكية بلندن. نورتنا وكالعادة أبدعت في واحدة من حلقاتك الراقية جدا صاحبة المستوى الرائع، فأنا بشكرك على قبولك دعوتنا. أنا بشكر حضرتك جدا، وإن شاء الله يكون قدمنا معلومات مفيدة لمشاهدينك الكرام، ويكون إحنا عندنا بصمة أو تعديل وتوجه للأورينتيشن العام أو الثقافة الطبية العامة، لأن دي فعلا طبعا حصل تحسن هايل في الفترة الأخيرة، لكن عايزين نحسنها أكتر وأكتر، لأن دي فعلا بتنقذ حياة وبتنقذ أطراف. أشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على وجودك معنا، خليكوا دايما معنا في الحلقة. كل ما حضرتك بتيجي بدري كل ما مشكلتك نقدر نحلها لك بنسبة أكبر، تصل إلى 100% لو أنت جاي بدري. يبدأ بقى يقول لك أنا بحس سمنت الرجل حجرت ورجلية بقت زي كيس الرمل. أنت عارف كلمة كيس الرمل دي عندنا معروفة جدا، يقول لك رجلية بتتقل عاملة زي كيس الرمل، بجرجر فيها بتزحف. أنا بساعدك إنك ترجع شبه طبيعي. أنت مش دكتور محمد صديق هويدي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي، كلية الطب جامعة القاهرة، عضو الجمعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقري. أهلا بكم. آلام العمود الفقري وآلام الظهر آلام مشهورة جدا في مصر، والحقيقة من الآلام اللي بتثير في نفسي أنا كرجل طبيب الاستغراب الشديد جدا. ليه؟ المريض ما يعرفش ينام، والألم بتزيد، والألم بقى لها سنين، والمريض في منهم
نسبة صريحين مع نفسهم، ناس استفادوا جدا من الثقافة الطبية اللي قدمناها، فعارفين يقبلوا ايه ويمشوا ازاي، وهنعرف النهاردة طريقهم المستقيم. لكن في مرضى تانيين نسميهم، انا بسميهم الهربين، بدلعهم اقول لهم انت هربي يا ولد، انت هربي يا عم الحاج، انت هربي يا ست، يهرب لأي حاجة، يهرب لمسكنات ألم. طب المسكنات لغاية امتى؟ يهرب مسكنات وردة، بس مش هو ده العلاج، ده مسكن، حتى اسمه كده مسكن ألم. والمثقفين قوي وحتى الناس البسطاء بقوا فاهمين دلوقتي، يقول لك يا باشا انا ماشي على مسكن بس ما خدتش، ما لسه ما استمرتش او ما خدتش علاجي او ما اتعملليش العلاج المظبوط. حاجة تانية، الهروب بقى لمناطق غريبة جدا، علاج المشكلة بدون جراحة وبدون ألم، هي لو تستحق العلاج بدون جراحة ماشي، لكن مش كل مشكلة تستحق العلاج أو تنفع فيها العلاج بدون جراحة. ويعني إيه علاج بدون جراحة وبدون ألم؟ يعني أنا محدد المسألة أشبه بالظبط يعني بمثلا واحد فاتح محل لبس ويقول أنا ببيع بنطلونات بس، طب الجواكت؟ لا أنا بتاع بنطلونات. طب يا ابني التيشيرتات؟ أنا بتاع بنطلونات. ماشي هو حر، لكن افرض واحد داخل عايز يجيب لبس يعني كامل، هياخد بنطلونات بس ويمشي من فوق فله. الطب ما فيهوش حاجه اسمها وبس، في احتمالات علاج. الهربين دول حوارنا ليهم النهارده، هتهرب لغايه امتى، ومشاكل ودواعي وانزلاق الهروب هيوصلك لايه. منزلق الهروب، الهروب ده منزلق زي الزحليقه بتاع زمان، لو انت استمريت هتقع في بير وعمق خطير للغايه. ضيف العزيز هو ابرع من يستطيع ان يشرح لنا هذه الزحليقه ويتكلم على هؤلاء الهربين، لانه اعتقد ان هو بيشوف هربين من دول كتير قوي، واعتقد ان كلمه هربين لفظ استساغه كثيرا. استاذنا استاذ الدكتور محمد صديق هودي، اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك دكتور ايمن. عجبتك الهربين؟ جدا. بتشوف منهم كتير؟ معبره قوي عنهم الحقيقه. بشوف في المهربين وفي المأوحين وفي المستبيعين الحقيقه. مستبيعين؟ والله هم كلهم هربين. يعني هو يعني ما بقاش مستوعب المشكله، او يبقى حد مبسط له الموضوع، يقول لك انا اصل ضهري بقى له 25 سنه بيوجعني، رقبتي بقى لها 10 سنين 12 سنه وجات لي شويه وراحت، بس دلوقتي ايدي مش عارف ارفعها، بس دلوقتي مش عارف امسك الحاجه، وايديا ما عادش بعرف امسك القلم، الكوبايه بتقع من ايديا، ده انا لو طلعت السلم هو دور واحد. هي القصه انت وصلت لهذه المرحله امتى ووصلت لها ازاي؟ يعني هي الموضوع ما كانش بالبساطه انك انت لما صحيت اول امبارح لقيت نفسك تعبان، رجلك وقفت، ده انا وطيت مش عارف ارفع ظهري، ده انا مشيت مشوار مش عارف اكمل 200 متر، ده انا قعدت مش عارف اقف، ده انا بقوم محني. ما بتحصلش فجاه. ومشاكل العمود الفقري الحقيقه، العمود الفقري ده حمال الاسيه حقيقي، حمال الاسيه في مصر بالذات، شغله مرمطه ووزن زياده ومطبط في الاراضي، وكراسي بايظه وكراسي بايظه، ده اللي على كراسي ده، في ناس يا باشا حياتهم موطي في الارض وبيشتغل، في حالات واقفه وبيشتغل بفاس، في ناس واقفه طول اليوم يعني غلابه. طبعا يعني انت عندك مجتمع عامل، نص مصر واقفه، عندك مجتمع بيشقى، يعني مجتمع شقيان. هي ست البيت اللي عندنا زي اي ست بيت في الدنيا؟ يعني التكنولوجي فين؟ يعني ده بتقوم وتوضب وتغسل وتمسح وتطبخ وتاكل، تودي اولاد مدرسه او ما توديهمش، يعني مشاكل كتيره جدا، وما فيش حركه بقى، ما فيش رياضه، ما فيش ثقافه الرياضه، ما بنتحركش كتير، ظهرنا بيتعب، ومتعودين بقى نقضيها ببرشامتين، بمسكن، بروشته قديمه، بالصيدلي اللي جنبنا بيحل لنا الموضوع مؤقتا. هنذهب الى المنطقه الاولى في حوارنا الحالي، حوار مثير جدا، لانه زي ما انا قلت عنواننا النهارده مطارده الهربين. في فيلم زمان قوي كان اسمه الهارب، كان مسلسل كان مشهور جدا في الستينات والسبعينات، اسمه الهارب. النهارده الهارب هو المريض للاسف، وهذا الهارب لازم نحن عليه ونفهمه بالراحه انه في النهايه هيهرب لغايه فين، زي ما في الافلام العربي هتفضل تهرب لغايه امتى، ده السؤال. طب تعالوا نشوف مع بعض الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ الام العمود الفقري والعظام هي اقصى انواع، واحده من اقصى انواع الالام. المشكله دائما ان المريض يريد حلا فوريا. ابيض اسود ام رمادي؟ طبعا ابيض، يعني كلام واضح. ده هو بيبقى جاي على امل، هو حقه طبعا ان هو يتعالج بسرعه ويخف بسرعه،
بس احنا بننظر الامور بقى نظره تانية مختلفه تماما. يعني انت عاده هو استنفذ وقت مهم جدا في طريقه حياته كانت سيئه، ويجي بقى في اللحظات الخطيره جدا دي وبيطالب بقى ان الامور تمشي زي ما مشيت زمان. بمعنى في وقت من الاوقات كان ممكن العلاج بتاعه شويه راحه وشويه مساج او تدليك او جلسه واحده من العلاج الطبيعي كانت حلت مشكلته. الموضوع زاد، هو استنفذ ده بقى عند المجبراتي وعند في البيت، وجابوا عيل قعدوه على ظهره او على ظهرها، ودايما يقول لك انا جبت الواد الصغير عندي في البيت وقعد يتنطط على عمود الفقر وعلى الظهر كده بحيث حسيت بعدها ان انا رقت. طب انا بجيب الواد دلوقتي وبقول له اتنطط يا واد، ما بيتنطط بس لسه الوجع زي ما هو. احنا بنقول العمود الفقري الامه كانت كتيره وسبناه. طيب هو ما بيقفش عند اللحظه دي، ما بيفضلش بنفس الالام بنفس المرض، لا ده بيزيد، بتبدا الاول خشونه صغيره دي كان العلاج بيجيبها بنسبه 100%، التهاب في الاربطه او في المفاصل العلاج كان بيجيبها بنسبه 100%، دخلنا بقى بعد كده في حاجه زي تشوه او انحناء في العمود الفقري العلاج عمره ما هيجيبها 100%، دخلنا في انزلاق غضروفي، ها بدا الغضروف يكبر وينزلق يجيب لي 70-80%، دخلنا بقى في انزلاق فقاري العلاج عمره ما هيجيبه 0%. يعني لما واحد يجي لنا بقى الفقره بتاعته الغضروف التاكل والفقره بقت سايبه وتحركت ومنتظر ان العلاج هيخففه، العلاج مش هيجيب حاجه. هنا العلاج خلاص ما عادش في علاج غير التدخل، وبعدين التدخل هنا محفوف بالمخاطر. يعني التدخل انت ظروفك ايه عشان اعمل لك عمليه؟ يعني لو عندك هشاشه متقدمه يبقى العمليه ساعات مش هتدير نتيجه. لو عندنا مشاكل متقدمه في الكبد او مشاكل في السكر او مشاكل في الكلى او فشل كلوي او غسيل كلوي، النتائج برضو بتاع الجراحات مش هتبقى مرضيه، لانك احنا برضو عندنا مبدا ان اللي بيعمل عمليه خلاص بقى عايز ربنا يغفر له كل الامه السابقه وذنوبه السابقه وكل حاجه ويرجع كما والدته امه. الكلام ده ما بيحصلش في الطب. يعني انا مش ما عشان عملت عمليه يبقى كل الالام اللي انا رايح لك بيها هتخف. نحن اصحاب السؤال الثاني بقى، نحن اصحاب زي ما بيقولوا المقام الرفيع في الجلوس بوضعيات خاطئه والتهور في حمل احمال ثقيله تؤدي الى مشاكل مهلكه. ده حقيقي ابيض طبعا، ده حقيقي طبعا. يعني من اول ما يبقى طفل وهو رايح المدرسه وشايل شنطه قد كده، ولما يجي يقعد على مكتب ما عندوش مكتب في البيت وبيوطي وبينام على السرير معوج وواخد كل الاوضاع، ودول بيجي لنا كتير جدا في سن ال 12 لحد 18 سنه العمود الفقري بقى معوج على جنب وبقى كتف ساقط وكتف نازل، وبنشوفها في البنات. يعني البنات لما بيوصلوا لسن 16-17 يبدا بقى مع النمو بتاعهم يبان الاختلاف. يعني يمكن الاولاد بيتاخروا شويه لكن بيبان هذا المشاكل. بنشيل شيله غلط، يحصل كسر في الفقره، شيله طبعا بنوطي رفعنا حاجه تقيله جدا وشلناها على ظهرنا، حصل كسر في الفقره، الفقره اتكسرت، الفقره لما تتكسر بتتحدف لقدام وتاخد معاها الحبل الشوكي. شوف الحبل الشوكي اللي هو الخط الاسود اللي في النص ده بقى عامل ازاي، بقى مشدود زي الاستك. طيب كسر زي ده ممكن يعمل ايه لو ما اتلحقش؟ بيعمل ضمور في الحبل الشوكي. يجي المريض بقى عنده ضعف في الرجلين، ضعف في المشي، صعوبه البول مش قادر يتحكم فيه، الالام الرهيبه جدا. دي صوره بقى بتاعت يعني قمه الماساه بقى اللي ممكن الدنيا كلها تضحك علينا بسببها. يعني الفقرات ثابت من بعضها ومش فقره واحده، ده انا عندي فقره والثانيه والثالثه والرابعه، بقى عندي اربع غضاريف واربع فقرات سايبين في ظهري. طب ازاي اسيب نفسي لحد ما اوصل لهذه اللحظه وعايز تروح للدكتور ويدي لك روشته تخف عليها؟ دي في المؤتمرات يقول لك دي فعلا حقيقيه ولا انت رسمينها؟ ده لا لا بيتريقوا بجد. ايوه طبعا اصل يعني دي جمله معناها مين المريض اللي يسكت على نفسه لغايه في الدنيا كلها ما حدش يوصل لكده. عندنا بنوصل لكده وبنشوف أسوأ من كده، واخد بال حضرتك؟ يعني لما نشوف بقى الفقره اتنقلت من مكانها، يعني ده مريض اهو وجاي له طلب محدد يقول بس اعرف ادخل الحمام. يعني هو انا يعني لو عرفت ادخل الحمام مش هعرف انزل السلم؟ ما اللي يخليني ادخل الحمام اقدر امشي واخرج واروح الجامع وكده. العمود الفقري اتقفل، بقى عندي خمس غضاريف في ظهري، بقى عندي ضيق في القناه العصبيه، بقى عندي خشونه في المفاصل، والمفاصل كل مفصل بدل ما يبقى حجمه قد كده حصل تضخم. انت عارف المفصل مثلا زي الركبه لما يمرض قوي تلاقي ورم، مش كده؟ المفاصل بتاعت العمود الفقري كده، اول ما يبدا المفصل يتاكل يتضخم ويبدا ياخد من الحيز اللي هو بتاع العصب والحبل الشوكي، يعمل ضغط عليه فيعمل ضيق في القناه العصبيه، نبدا نشعر بقى بالكولودوكيشن بين وكولودوكيشن ديستانس وعدم المقدره على الحركه، وان البول بقى فيه مشكله والحاله الجنسيه ضاعت ومش عارف اوطي ومش عارف اقعد، والقعده عذاب والوقفه عذاب والتوطيع عذاب، كل الكلام ده كله هيحصل.
الارتجاع الانزلاق الغضروفي او الانزلاق الغضروفي لما بيرجع تاني اللي بيسموه المرتجع اخطر كثيرا جدا من الانزلاق الغضروفي لاول مره. الكلام ده ابيض ولا اسود؟ لا ده ابيض طبعا اكيد. القصه دي على فكره مخيفه جدا جدا، في ناس كتير جدا عندها ده كابوس. ده كابوس. كابوس خطير، كابوس الغضروف المرتجع. بس دايما احنا بنقول الغضروف يرتجع لسببين اساسيين. نمره واحد حاجه خاصه بالمريض نفسه، يعني انا حضرتك عندي غضروف وسبته 20 سنه وحد ما وصل ان في غضروف انفجر، تمام، رحت للدكتور سين او عين من الناس قال لك هشيل لك الغضروف ده. انا ممكن اعمل الغضروف ده وانا مش واخد بالي ان انا عندي غضاريف تانية متاكله، وهرجع بعد شويه ارجع اشيل تاني قوم ضارب الغضروف اللي بعده، واخد بال حضرتك؟ هي في الاخر انا كمريض ده انا جالي غضروف تاني، يعني انا مش عارف ان ده غضروف منفصل، بس انا كمريض انا لسه عامل عمليه، بس انت مش واخد بالك ان ظهرك انت سبته كتير جدا لما باص. ما تجيش تقول لي لو انت عندك الاربع كاوتشات بتوع العربيه استهلكتهم وغيرت كاوتشه الباقيين هيفضلوا سلام، هيفرقعوا برضه مع الوقت لما نستعملهم. الحاجة التانية كوتش غيل يا باشا كل حاجة غيلت. الحاجة التانية ممكن يبقى الخطأ كمان ايه من نوع العملية اللي انت عملتها، وديت انا الحقيقة وديت مهمة جدا اللي انا بقولها دلوقتي، لان كتير جدا من الانزلاقات الغضروفية النهاردة الناس بتستبسط تقولك ده عملها بالمنظار. شوفوا ده نوع من انواع العملية اللي احنا بنعملها النهاردة، مش كل غضروف بيبقى غضروف بس، ده ممكن يبقى معاه شرخ في الفقرة زي هنا واتنسى، او تآكل في جسم الفقرة وبدأ يتحرك وتنسى، وادخل اقول لك انا شلتها بالمنظار، شلتها بالليزر، شلتها بالميكروسكوب الجراحي وما عملتش حاجه اسمها دعامات او تثبيت، ده نوع من الدعامات في العمود الفقري. والحقيقه اكاد اجزم ان النهارده ما عادش ينفع تعمل عمليه انزلاق غضروفي من غير ما تعمل تثبيت او دعامات العمود الفقري، الحقيقه في العالم كله، لدرجه ان هذا الكلام حقيقي حصل تجريم بالقانون انك تعمل بس غضروف بس للظهر. يعني في اماكن، يعني امريكا نفسها فيها ولايات كتيره جدا، في اماكن منها لو عملت انزلاق غضروفي فقط سواء بالمنظار او بالليزر من غير ما تعمل تثبيت او دعامات تعاقب وتحاكم، بيسميه مال براكتس، اخطاء مهنه، انت مخطئ لانك ما كملتش العمليه صح. الحقيقه النتيجه لطبيعه الناس عندنا وطبيعه حياتنا وطبيعه العمود الفقري بتاعنا وما بنجيش الا متاخر قوي، اكتشفت ان ما ينفعش تعمل عمليه مجرد شلت الغضروف بس وتسيب المريض على كده. لا، لازم تعمل حاجه بديله تعوض ضعف الغضروف ده يا فندم. ساعات بنعمل حتى البديل ده ونرجع تاني نشيل ونحط ونعمل يجي لنا غضروف جديد وهكذا. يبقى اذا النقطه يبقى بيرتد الغضروف، ها، والتجربه بتاعت بقى مريض جاله الم الغضروف ورجع بعد كده عمل عمليه ورجع بعد شويه العمليه باظت وعايز يعمل عمليه تانيه سواء نفسيا او ماديا او اقتصاديا اي حاجه، مرهق، فبيبقى فيه خوف. فانا بقول دايما يا تتعمل صح من الاول يا اما ما تتعملش العمليه، لكن ما نخدعش بقى تحت بند ايه انا عملتها لك بالليزر، عملتها لك بالمنظار، عملتها لك بالملاحه، عملتها لك مش عارف ايه. عمودنا الفقري لا يحتمل اللعب فيه غير هي مره واحده يتعمل الحاجه صح علشان ما تردش علينا بعد كده. الفهم والموضوع يجعلني ابعد عن قرار الاتهام، وعدم الفهم ممكن يدخلني، وعدم القرار الجيد يدخلني قفص الجنايه. انا اتمنى ان احنا نكون براءه. طب تعال نشوف مين اللي هياخد ده أو ده أو ده ما بين المتهم والجاني والبريء. جاني، متهم أم بريء؟ المريض اللي فاكر إن الغضروف طالما عمله مرة خلاص هو بقى في أمان، وزي ما بيقولوا لقد فعلت ما يجعلني أبيض السريرة وعدت كما ولدتني مامتي. ده معنى الدماغ اللي هي ايه اللي في دماغ الناس دي. هيمارس حياته بنفس الطريقه، نفس الشيء، نفس الحظ، انا عملت عمليه، ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ هو في اكتر من جاني؟ هو يعني انا بتهم ان هو مهمل ومش فاهم الموضوع الحقيقه، يعني هقول ان هو متهم بس مش جاني ولا حاجه. وساعات ظروف الحياه هي تجبره ان هو يبقى كده الحقيقه، يعني احنا ساعات عندنا لو واحد ما اشتغلش ما مش هياكل، لو واحد ما راحش شغلته هيتفصل منها، وخاصه لو ما فيش انشورنس وتامين وكلام من بنقول ان لازم نفهم بس الموضوع. يعني يا فندم ده انت لو عربيه راحت التوكيل وعملت عمر عمرها ما بترجع زي العربيه اللي طالعه لسه من الاجانس، بنفهمها كده وبتبوظ بعد شويه. لو بعد شويه خلاص بقى، ما انت لو عملت عمره يعني
لما يقول لك ايه اصل لو واحد اتضرب فيه مشرط او ضرب فيه مفك انت عارف مش بيرجع لطبيعته العربيه يعني. طالما تعب يعني فيها حقيقي كده يعني احنا بنقول ايه انا بساعدك انك ترجع شبه طبيعي انت مش بتبقى طبيعي بنسبه 100% والكلام ده مش انا النتيجه لتقصير مني ده هي دي الحقيقه اللي انت لازم تبقى فاهمها بغض النظر عن انك تسمع من الناس كلام يقول لك ده انت تبقى زي الفل واحسن من الاول 100 مره مفيش حاجه احسن من ربنا خلقها استحاله يعني مهما عملنا مش هنقدر نحاكي الغضروف اللي ربنا خلقه الطبيعي طيب لما يبقى عندك غضروف واثنين وثلاثة تأكلوا وباظوا ورايح تقول انا بعمل عملية شفط غضروف او انزلاق غضروفي بالمنظار او بالميكروسكوب جراحي فقط وتسيب بقى الحاجات اللي حضرتك بتشوفها دي كلها الحاجات دي اتعملت ليه يعني الناس اللي عملت ده مش عملتها يعني بتضيع فلوسها وبتضيع مجهودها وتركب مصاميرات مصامير لا الدعامات دي اسمها دعامات والدعامات دي فيها ميزه ان هي حركيه يعني ايه تقدر تسمح بتتحرك وتدينا مرونه في العمود الفقري وقوه في العمود الفقري وبتعوضني عن الفقد اللي انا بفقده في عمليه الانزلاق الغضروف لان كل غضروف انا بشيله بضعف 20% من الفقرات القطنيه واخد بال حضرتك فلو شلت غضروفين انا فقدت 40% يبقى عايش ب 60% فقط واصلا 60% اصلا معيوبين من البدايه لان الغضاريف دي من البدايه تعبانه فتعمل بقى الدعامات والدعامات دي فيها ميزه الحقيقة ان الجسم ما بتفاعلش معاها تسمح بالحركة كويس جدا بتقعد مسافات طويلة وفترات طويلة جدا في الجسم من غير تفاعل ولا مشاكل غير ما يسمى الشرايح والمسامير الشرايح والمسامير ده هي دي الكارثة الحقيقية لان ما عدناش بنفضلها دلوقتي الشريحة الستانلس ستيل دي بتركب الجسم ممكن يتفاعل معاها ممكن تتكسر تمنع الانحناء تمنع وبعدين لو واحد وطى غصب عنه ممكن تتكسر او تتقطم او المسمار يخرج من مكانها ويعور العظم بتاعنا فده نوع تاني من النوع من التدخلات في العمود الفقري أنا بتدخل النهاردة عندي فقرات قطنية فيها غضاريف تأكلت الفقرات وأنا بطبيعتي لازم هشتغل تاني ولازم أشتغل فلازم هنا نعمل إيه الدعامات دي اسمها دعامات والدعامات أشكال وأصناف وأنواع وماركات وموديلات وبلد منشأ مختلف في حاجات كتيرة جدا في منها القوي جدا وفي منها الرديء جدا وفي منها كل حاجة زي أي حاجة أو أي منتج عندنا فدايما لما بيجي نركب في ظهرنا لازم نختار ايه اللي يركب علشان ده قاعد معانا العمر كله ده مش مفروض ان انا اركبه شويه واغيره يعني احنا دايما نختار وننتقي ايه اللي هيتعمل او ايه اللي هيركب وطريقه عمل الجراحه نفسها في ناس بتفرح قوي يقول لك اصل انا مفيش جرح في الظهر يا سيدي وماله لو في جرح 2 سم او 4 سم ده احنا بنحتاج سنتي ونص الى 2 سم للفقره لو بعمل لك فقرتين جرحين 4 سم ثلاث فقرات يبقى 5 سم ونص او 6 سم ماكسيمم فده مش القضيه يعني مش قضيتك ان انت ما عندكش جرح هو انت ما عندكش جرح وفضل عندك الالم ايه الميزه ما فيش اي ميزه الحقيقه فبنقول ده ضروره النهارده تدعيم العمود الفقري سواء في الرئه بقى او في الظهر ده ضروره ما ينفعش نعمل عمليه من غيره خلينا نروح للوهم والشك واليقين وهم شك ام يقين عمليات انزلاق الغضروفي المرتجع نتائجها تشابه او اصبحت تقارب عمليات الانزلاق الغضروفي لاول مره العادي ده وهم ولا شك ولا يقين لا ده بقى يقين ده بالعكس بقت احسن تقارب احسن لا ده بقت احسن اصل عمليه اولى فشلت وبنعملها تاني يعني فبالتالي مش هقارن نتائج بتاعت حاجه فشلت بحاجه ان شاء الله هتبقى ناجحه يعني المرتجع دايما خلاص داي يعني بص ما فيش جراح هيدخل يعمل عمليات مرتجع الا لازم يدرس اسباب الفشل الفشل ده جاي منين جاي من طرف المريض ولا من طرف العمليه اللي اتعملت سابقا ممكن يكون هو اللي عملها او اللي عملها احد الزملاء الافاضل يعني ما فيش يعني في الاخر عايزين نحل الموضوع يعني في ناس دايما بتستنزف نفسها يقول لك طب والدكتور عمل لي ايه بقى يا سيدي بروح اساله بس خلينا انا اساعدك في الحل ده دي قصه مصريه اصيله اللي هو بقى ابدا اعمل ونعمل معاه ايه بقى وابدا اوريله الاشعه بتاعت المريض على انه مريض تاني خلينا انا اساعدك يعني انا ساعدك ودايما النهارده بنفكر تعال عندك غضروف مرتجع وفقرات بقت سايبه زي الفقرات اللي احنا كنا شايفينها زي السلم دي دعامات انواع من الدعامات ما عادش ينفع اعمل عمليه في عمود فقري بيشتغل وبيشقى من غير ما اعمل كده والا في انا بقى اللي هبقى في الاخر جاني واخد بال حضرتك يعني هبقى جاني فعلا ومسبب مشكله كبيره جدا للمريض بتاعي ودايما التثبيت او الدعامات بتاعه الفقرات اشهرها ان احنا نثبت فقرتين في بعض طب لو عندك مريض عنده 5 فقرات تقدر تعملها ولا لا تتعمل
يعني بالامكانيات بتاعتنا المتاحه عندنا والخبره اللي احنا بنعملها نقدر نعمل 5 فقرات وست فقرات ونقدر نصلى عمود فقري 12 فقره 13 فقره كلهم بايزين مع بعض. يعني الحقيقه بقت في التكنولوجي بقى موجود والامكانيات متاحه الحقيقه، والنتائج الحقيقه الحمد لله من فضل الله بقت احسن بكتير جدا. بس دايما بنقول للمريض بتاعنا افهم ايه اللي عمل لك المشكله عشان ما نرجعوش. انا ساعات يجي لي مريض او مريضه بالذات ست وزنها 140 كيلو وعملت عمليه وفشلت، اقول لها مش هعمل لك عمليه، روحي اعملي عمليه معده، تحويل معده، ربط معده، نفخ معده، اي حاجه، المهم في الاخر لازم تخسي. ليه؟ لان السبب الرئيسي ان اللي بوظ العمليه الاولانيه هو مين؟ الوزن زياده. فانا مش هقع في نفس الغلطه، يعني لازم نحل هذه المشكله عشان ما يتقالش بقى في الاخر ان كل العمليات فاشله. لا مش فاشله، انت شايله صخور صخور. طبعا لازم لازم نبعد اسباب الفشل ونقرب اسباب النجاح. نورتنا، ربنا يخليك، خليكوا دايما معنا.